مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام أينما كنتم. مشاهدي تلفزيون دولة الكويت، برنامج الديوان بالأمس كان المفروض برنامجنا يوم الأثنين، ولكن نظرا لإقامة مباريات من ضمن هذه التصفيات ترحل البرنامج إلى اليوم. ونفس حقيقة أصحاب هذا الديوان هم أصحاب هذا الديوان هم ضيوفنا الليلة. عموما طبعا أكيد الحديث رايح يدور حول شنو ما آلت إليه على سبيل المثال مباراتنا أمام إستراليا، مباراة الأردن أمس، مباراة كل هذه الأمور ووجهات نظر أصحاب الديوان وهم أصحاب ذلك التاريخ. المهم جمهورنا الكريم راح تسمعون كل هذه الأمور إن شاء الله من خلال ضيوفكم وأنا ضيفهم. تحية لكم مرة ثانية مشاهدي الكرام، والبداية لابد وكالعادة مهما كان بالديوان لابد ترحب فيهم، ودائما يكون وين فيه؟ على اليمين يقول لك مفيصل كابتننا الكبير فتحي كميل، حياك الله مفيصل. الله يحييك يا أمورك طيبة إن شاء الله؟ طيبة إن شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله. كابتن فيصل دخيل فواز وحياك الله أيضا. حياك الله أبو مشعل. ما شاء الله. فاء أما سعد أبو محمد كابتننا والكابتن منتخب الكويت، حياك الله أبو محمد. الله يحييك وسعد بوجودك. يا مرحبا يا مرحبا. الجوهرة ولا المرعب ولا يزعل عني أسعد عبد الهادي أبو محمد، حياك الله سعيد أبو جودي. أبو مشعل حياك الله. الله يحييك مخلصنا. هلا حبيبي. هلا أبو مشعل. يا هلا ويا مرحبا. مسا عليك ومسا زين فيك فاني. يعني بقاطعك ما شاء الله تبارك الرحمن وتم عليك هذا الأمر الابتسامة هذه الحلوة. ما عليك زود يا أبو. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يوم الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة أيضا صدقة. فصدقاتك ان شاء الله كثيره. ما عليك يا عزيز وغالي يا ابو مشعل. رحب باخوي الحقيقي. اصبر خليني اقول على شيء. اوكي تفضل. عندنا ضيف استثنائي، وانا اقول لكم ليش ضيف استثنائي. من بدايه حقيقه القناه الثالثه او البرامج الرياضيه بتلفزيون دولة الكويت وعمليه التحليل الفني لدورينا استقطب التلفزيون حقيقه الغالبية هؤلاء النجوم وغيرهم وغيرهم اللي الآن ما شاء الله موجودين على مستوى الكويت أو مستوى حدا قنوات العربية الأخرى أو الخليجية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام وزارة الإعلام ممثلة بالتلفزيون والقناة الثالثة الرياضية وقبل حتى لا تكون القناة الثالثة الرياضية. فما أقول ضيف استثنائي ليس عفوا أكبر شأنه من هؤلاء، ولكن لأن بدايته محلل ويحل ويا زينة ثم انقطع ذلك عن تلفزيون دولة الكويت. لكن لما أقول مثلا عن سعد الحوطي بدايته وهو موجود عندنا زين وطلع لم ينقطع الدخيل لم ينقطع الآخرين ما انقطعوا. هذا الضيف ويحل هذا الضيف يا رب العالمين وما يميزه حقيقة وهو حقيقة أنا أقول سفير للقناة الثالثة وللرياضيين والتحليل الرياضي مثل سعد الحوطي مثل فيصل الدخيل الكابتن الدكتور طارق الجلاهمة، حياك الله ابو طروق يا مرحبا ويا مسهلا فيك. مساء الخير ابو مشعل واحرجتني بالمقدمه قد لا استحقها. لا لا وجود النجوم هذيلا للامانه ابو مشعل الواحد في بعض الاحيان تكون اوقات تحتاج ان تجمد الوقت لان انا قاعد مع هامات كبيره وهامات كبيره يتشرف فيها اي رياضي واي كويتي واي خليجي واي عربي في ظل وجود هذه النجوم بقيادتك يا أبو مشعل. صحيح يمكن الوقت خذانا والوقت ما كان بالنسبة لي في المرحلة الماضية في تواصل، لكن ما زلت يعني أرد الفضل الله سبحانه وتعالى للقناة الثالثة واحتوائكم لي في بداية انطلاقتي في مجال التحليل. مشكور يا أبو مشعل المقدمة وأعتقد أني ما أستحقها في ظل وجود هذه النجوم. كلكم تستحقون وليس تفضلا عليكم من تلفزيون الكويت لأن هذا تلفزيونكم هذه قناتكم، وبالتالي أنا بقول هذا الكلام اسمح لي ليس تفضلا عليكم ولا على كل الإخوان. كلكم أنتم حقيقة لكم مكانكم وتاريخكم لأنكم أنتم قدمتوا الكثير والكثير حقيقة للرياضة الكويتية وليس فقط كرة القدم، وأؤكد عليها ليس فقط كرة القدم، أنتم وكل من أعطى الكويت هما تاج على رؤوسنا دائما وابدا.
عموما ان شاء الله الكرام مثل ما قلت لكم عم بني بتكلم ها مسعود انا اسف قال ايه تفضل اي كان بياخذ طبعا مش هنرحب في اخونا طارق احنا نسميه الطرقي متعودين عليه وعلى على 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 الزماله اللي معانا ومعاه فينا من من من, من وقت طويل احنا فخورين الحقيقه في وجوده في سميها قطر تواجده هناك وقاعد يظهر بمظهر الحقيقه احنا نفتخر فيه ككويتيين ومحللين ورياضيين والشارع الرياضي كله يفتخرون في اخونا طارق الحقيقه بتواجده في قناه البي ام سبورت اللي قاعد ان شاء الله نشوف التحليل الراقي من الكابتن طارق وهذا شيء مو قريب على 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 طارق لان الحقيقه يعني يمكن شفناه الفتره الماضيه كلها واليوم يعني الكل يتكلم عن 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 عن, عن طارق الله يوفقك يا مشكور مشكور مسعود ان شاء الله نشوفك من الاعلى الى اعلى يا الله يسلمك فاجاتونا ابو مشعل عفوا فاجاتونا في وجوده ترى ما دريت الا تو اليوم انه جاي الكويت وكنت اشوفه انا في الدوحه عموما طارق يعني وعلاقتي وياه محلل علاقتي وياه كان لاعب بالقادسيه حتى يمكن كان يبي ينادي الكويت ايام ما كنت مدير لكن يبقى اعتقد طارق انت قلتها سفير والسفير اعتقد له مكانه كبيره وجوده بالتحليل في البي ان سبورت مع نقول احنا نجوم كبار من مدربين من لاعبين اعتقد محللين طارق متميز متميز جدا يعني اول شيء هو خذ الدراسه الرياضيه وكان عسكري وكان لاعب وعرف شلون يتعامل مع طبعا التحليل الرياضي التحليل الرياضي فن وقدرات وموهبه لا تأتي عند كل واحد إنه يقعد على الكرسي ويحلل. أعتقد طارق متميز جدا في أدائه وأسلوبه الراقي بتحليل المباريات بجميعها إذا كانت على المستوى الأسيوي على المستوى العربي على المستوى الأوروبي على المستوى كوبا أمريكا. طارق أحد نقول إحنا المواطنين الكويتيين اللي نفتخر أنا كمحلل أفتخر في وجود طارق مع هذه القناة. الله يوفقك. الله يسلمك. وما زلت أنت. كذلك في قلوبنا فخر للرياضة الكويتية طارق والله يوفقك في طريقك وإن شاء الله للأعلى الله يسلمك ونشوفك دائما متميز الله يسلمك تسلم محمد مثل ما تفضلت أخوي وولدي أنا أسميه سعد دائما أقول له ولدي طارق وأنا أتشرف حقيقة أني أقول هذا هذه الكلمة لكل أبنائي وأنتم إخواني لأنكم كبار لكن أيضا دكتور طارق ترى هو امتداد لك يا سعد امتداد لفيصل امتداد لفتحي امتداد لجاسم امتداد لأبو سعود أيضا بوجوده أيضا في قناة الكاس دائما حقيقه اي قدم تضعونها في اي مكان انتم حقيقه تشرفون الوطن وليس فقط الرياضه الكويتيه عموما نمل من الله سبحانه وتعالى كلمتي بس انا بتكلم شوي على كلش ولا جوهره بعد ما اقدر طبعا يمكن اكثر واحد يعرف طارق انا وفيصل الدخيل عدل كل شلون الا مكان صغير هالكبره بني قادس انتم طبعا هالكبره يركب معانا الباص كل مباراه تروح يبا راشد اخوه راشد بنيه تلقاه قاعد قدامنا قبل انتفاء الفيلم اذا ما ركب الباص راشد وين اخوك راشد وين اخوك؟ بعدين ما شاء الله على الانسان عنده طموح عنده يطور نفسه بنفسه. بعدين تفاجأت بعد انا او مو تفاجأت يعني بعد فتره من اعتزالي لعب بالنادي القادسيه ودرجه اولى وكان طبعا له مكانته وله قيمته بالملعب. وبعدين كان في الكليه العسكريه طموحه ما وصل لحد راح كمل اخذ الدكتوراه هو بالكليه. رجل طموح وده يقدم يطور نفسه وهذا اللي يساعد على النجاح ايضا لما دخل التحليل كان يحضر زين وكان يتابع زين وشرف الكويت ووصل العالميه بالتحليل يعني طارق انا احيي فيه طموحه و يعني فكره بحياته شلون كون نفسه الحمد لله فضل مثال الله. واحد يقتدي اعتدى فيه مفضل الله هذه ويا يا طارق يا دكتور طارق الجلال هذه يعني هدف عنده هدف خوش هدف هذه شهاده طبعا. ما اشترت بفلوس طبعا. شهادتك الاساسيه ما اخذتها بفلوس اخذتها بطموحك طبعا. زين الله يوفقك يا رب العالمين يوفق كل ابنائنا الكويت سواء رياضيين او غير رياضيين عموما مشاهد الكرام طبعا هو الحديث اكيده هو الحديث عن مباراه منتخبنا امام استراليا وما آلت اليه هذه المباراه خلينا نشوف تقرير ممكن يا مخرجنا محمد طير ابو عبد الرحمن ما علي يا شباب الازرق خيرها بغيرها
علينا مداواه جراحنا امام الكنغر الاسترالي بعد هزيمه الثالث من يونيو في اطار التصفيات المشتركه. فعلى استاد جابر الدولي دخل المنتخب الاسترالي اجواء اللقاء سريعا وتمكن من خطف هدف مبكر في الدقيقه الاولى براسيه من ماثيو ليكي وسط حاله من عدم التوازن بدفاع الازرق. وفرض الضيوف سيطرتهم على مجريات اللعب ووضح تركيزهم الهجومي العالي امام تراجع منتخبنا الوطني الذي اعتمد نهجا دفاعيا لايقاف خطوره الخصم، بيد ان الزوار حصلوا على ركله جزاء في الدقيقه 23 انبرى لها مارتن بويل، ولكن سلمان عبد الغفور وقف لتسديدته بالمرصاد لترتد ويتابعها جاكسون ايرفين مسجلا ثاني الاهداف. وسعى الازرق للظهور بشكل مغاير في الشوط الثاني، وكاد بالدقيقه 61 ان يقلص الفارق عبر المهاجم شبيب الخالدي، الا ان تسديد تحولها الحارس الى ركنيه، وجاء الرد الاسترالي سريعا بهدف ثالث في الدقيقه 66 حمل توقيع ايدن هورستج من كره ثابته ارتطمت بالقائم قبل ان تسكن الشباك. واحتفظ المنتخب الزائر بافضليه الاستحواذ رغم افتقاد الشراسه الهجوميه التي ميزت اداءه بالشوط الاول، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثلاثيه نظيفه. اللي حصل في المباراة، هل كنا متفائلين؟ هل كنا متشائمين؟ هل كنا واقعيين بما يملك منتخب الكويت؟ هل جاملنا؟ أنا لا أقول جاملنا إخواننا في الديوان كرياضيين بشكل عام، كاتحاد الكويت لكرة القدم كإعلام بشكل عام، هل جاملنا على منتخبنا؟ هل أوحينا إلى الجماهير الرياضية من الممكن فعلا أن نعدي هذه العقبة الأولى أمام أستراليا، ولا تاريخ حقيقة عريق معهم في مبارياتنا السابقة؟ كل هذه الأمور إن شاء الله سوف نسمعها، لكن البداية من أخوي فتحي كامل. البداية أبو فيصل، هل كنت متفائل في نتيجة هذه المباراة؟ كنت متخوف؟ أتوقع أن يلعبون أحسن من لعبوا ذيك المرة. فريق الأسترالي ترى مو خطر. صح كلامك، ذاك الخطر فريق عادي. شوف الفريق يرفعون اوفر يرفعون اوفر، ما تشوف خطه بشيء، ماكو، ما ادري شلون قلبونا 3-0، ما ادري شلون هذا الفريق احسن. والبقيه ترى عاد بدون لا اوجه السؤال الى اي واحد فيكم، لا كابتن سعد ولا كابتن فيصل ولا كابتن طارق ولا ابو سعود ولا يلا فيصل دخيل عليكم ومحمد روح. انت تقود المنتخب داخل وخارج المنتخب، لا ما تقودنا هذا شويه مثل ما يقول بسط مرتاحين فيها، ما نبي نكون صوت وايد شوي محمد مشددين. احنا يمكن تكلمنا يمكن عن الفريق الاسترالي في الحلقه قبل المباراه، تحدثنا عن قوه الفريق الاسترالي واسلوب لعبه وش اللي يسوي المدرب، طبعا مدرب منتخب الكويت قبل هذه المباراه. لكن تفاجأت الأمانة، يمكن حتى المباراة كنا شفناها في أسلوب الفريق الإسرائيلي وطريقته نفس اللي تحدثنا عنه صار في الملعب. بس في شيء واحد ما توقعته، أي مدرب ممكن إذا ما يعرف المنتخب اللي أمامه، إحنا قاعد تلعب عن منتخب أمام نجوم مو فريق في نجم ونجمين، إنك على الأقل العشر دقائق أو الربع ساعة الأولى تكون حذر إنك أنت مركز جدا بالنسبه للاعبينك، لان ما تتمنى انه يدخل عليك دور في هالعشر دقائق عشان ما يرتبك الفريق وينكسر الفريق، تظل صامد لما تساعد تعدل الامور وتتحرك. احنا ما شفنا هذا، يقول اقل من دقيقه لا يمكن يقول لو انك لاعب بشكل جيد. الكرات الثابته ما كانت في هناك ملاحظات ان حق الكرات الثابته ما تلعبها انت وما تعمد ان تصير فاولات امام منطقتك. الكرات العاليه، الحارس، انا ما اعتقد ان الفريق تدرب على هذه النقاط قبل المباراه. هذا اللي انا يعني شاهدته للامانه، هذا منتخب مو فريق عادي، يجب ان يكون المدرب عارف شو اللي يسويه قبل لا يدخل. لكن تفاجئنا فريق الاسترالي عنده السرعه واللياقه والاختراق والتسديد، ومثل ما تكلمنا عنه صار. الحين هذا صار، بس لازم نستفيد منه.
مباراتنا القادمة. احنا الحين انتهت مباراة استراليا، لكن يمكن تكلمنا وتكلموا الاخوان اللي موجودين مع طارق راح نسمع رايه في هالموضوع، ان الفريق الاسترالي فريق يعتمد على الكرات العالية وقوي في المباراة، قوي بدنيا، وهذا صار. المدرب حسب ما قرأت انه كان يقول انا شايل الفريق الاسترالي. شلون شايل الفريق الاسترالي؟ اذا انت شايل الفريق الاسترالي تلعب بهذه الطريقة امامه في اول 10 دقائق ربع ساعة؟ لا يمكن. نقول هذه تجربة كبيرة لهذا المدرب. نتمنى ان شاء الله، احنا نقول امل 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 مثل ما قال ابو حمود ذيك المرة، الطريق طويل لكأس العالم، مو مباراتنا مباراتين، هذه تجربة. بس يجب انك تستفيد من تجربتك. الفريق الاردني قبل ان اتكلم عنه بقول لك ترى عنده نفس المميزات للفريق الاسترالي، اطوال ويلعبون كرات عاليه وقوه بدنيه. بني عليه ان شاء الله ابو محمد. ان شاء الله ان شاء الله. انا هذه ملاحظتي بس على الفريق. اذا فواز، وانا ما احب اوجه سرى لكل واحد هذا الكلام، بس انا باخذ او جاسم او واحد ما تفضل في اخوي سعد، اللي هو دائما الحذر في العشر دقائق او ربع ساعه، كل فريق هاي معروف عنه انه لا يدخل مرماه هدف، وبالتالي كل الامور حيكون هناك لخبطه في ذلك. خلينا نتكلم على اللي اثارها ابو محمد. طبعا انا ما قلت لكم اوجه وجه لسين. يعني احنا يمكن انا تفاجات الحقيقه بالاداء، مو بالنتيجه، انا تفاجات بالاداء. يعني النتيجه يمكن الكل متفق انك يا تخسر او يعني تطلع بتعادل او تلعب على الاقل كره جميله يعني تفرحنا شويه، يعني حتى لو تنهزم انه والله الفريق قدم مستوى واداء جيد. يمكن تقريبا قبل اربع اسابيع من المباراه وحنا نتكلم مثل ما تفضل ابو محمد ان نقطه القوه والنقاط القوه في استراليا، والكل عارفها يعني، والكل قاعد يتكلم فيها ان الكرات العرضيه والكرات الثابته هذه ميزتها. زين وينك يا مدرب؟ وينك يا لاعبين؟ وينكم يا لاعبين؟ ليش ما يعني تطبقت الاشياء اللي احنا نحتاجها في هذه الظروف هذه؟ يعني بمعنى يمكن قبلها الاسبوع الماضي قبل المباراه احنا تكلمنا عن شلون اعداد كان زقالوا للمباراه احنا ايامنا ذاك الوقت، يمكن تقريبا ثلاث شهر او ثلاث اسابيع انتمرن على الكرات العرضيه حق الطرابلسي وحق الدفاع. شلون يطلعون؟ شلون يخطون؟ شلون احمد الطرابلسي يطلع؟ شلون الانضباط والتنظيم الدفاعي؟ هذا انت تحتاجه امام منتخب مثل منتخب استراليا. هذه افتقدناها. يعني انت تفاجئنا ب 50 ثانيه الاولى انه يسجل منك هدف. قاب التركيز عند اللاعبين. انا اشوف يعني وقاب التركيز مو بس بالدقيقه الاولى، طول الساعه والشوطين غايب التركيز داخل الملعب. يعني لو تعيد المباراه الان ونفس الفريق ما راح يؤدي الفريق مثل ما ظهر في امام استراليا، راح يكون احسن. لان الاشياء اللي شفناها امانه يعني التنظيم اللي داخل، يمكن تكلمت انا عن التشكيله، يمكن زعلوا ناس مني انا وايد، يعني انه والله قلت التشكيله يمكن لازم يكون لاعب مثل بمعنى الانصاري المفروض بهالمباراه ما يكون موجود فيها. يعني لاعب مميز ولاعب قدم مستوى متميز خلال مشواره كله. يعني تحتاج انت لاعبين خاصه نوعيه، مو نوعيه اللاعب البطيء او لاعب اللي يحضر لك المباراه، لا، يبي لك الشراسه داخل الملعب وقوه وانضباط وتركيز من بدايه المباراه. هذه فقدناها من اول دقيقه. فبالتالي انت شفت الفريق، يعني حتى الاخطاء اللي شفناها، خطا حتى ضربه الترجيح، ضربه الجزاء خطا، وحتى الكره الثابته الهدف اللي سجل علينا. يعني كره، يعني وينك يا الحارس؟ بمعنى يعني انت الحين حاط الحيطه وحاط وقاعد تشوف والكره يعني على يسارك، فبالتالي لازم تكون هني انت مركز تركيز عالي فيها. يعني انا اعتقد ان دور المدرب، اسمحوا لي يعني، النقاب في هذه في هذا في هذه الطريقه اللي لعبها فيها والتشكيله الفريق اللي لعب فيها، هذه كلها غابت في هذه المباراه. وتفاجئنا الكل، تفاجئ فيها مو بالنتيجه، ما حد يعني عندنا يعني
النتيجه الكل متوقع انه يا نخسر يا نفوز، هذا انت كلش بالمعدل انك تتعادل معهم اذا قدمت مستوى طيب، بس الفريق مو يعني قريب عن الاداء، قريب عن الروح اللي في 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 اللاعب الكويتي اللي تحس فيه داخل داخل داخله يلعب اداء جيد، سواء بالدفاع الوسط الهجوم، حتى فرصه ما شفنا يمكن للشوط الثاني، يمكن عيد رهيد اللي يوم صار تبديله وسدد له كره ولا ما في حتى فرص ما فيها. فبالتالي انا اتمنى يعني اتمنى راح نتكلم ان شاء الله حتى عن المباراه، وراح نتكلم عن اشياء ثانيه. ومشعل ومحمد تفضل. فيصل دقيق متحفز. فيصل ترى قال لكم ما ودي والله انك يعني تفضل. ما عندي شيء انا زين، ترى مو عزيمه هي، لا هو قاعد يقول ما عندي شيء طبعا أنا. اوكي سدنا امنا بالله. شوف يعني هو اخوان يعني شوف ابو مشعل يعني بس خساره يعني مو متوقعه وثقيله 3-0 بصراحه. يعني انا اقول هذه خلينا نفكر باللي جاي، اللي جاي هو المهم، بس هذه درس لازم نستفيد منه. يعني انا مستغرب كلنا قعدنا قبل المباراه نفس اللي قلناه صار، مثل ما قال محمد سعد، حذرنا من اللعب الجانبي والكروسات، لعبوها ويابوا جول منه وضغطوا علينا بالطريقه هذه. بالفعل يعني اذا المدرب شايف فريق من اول استرالي، انا اعتقد فريق استرالي عادي جدا، يعني حتى الفرق الخليجيه بعض المنتخبات احسن منه، فريق عادي جدا على مستوى اللعب ويانا، كان عندنا نجوم ما يابوا ما ندري يعني. فانا اعتقد ان بالفعل يعني لعبنا مباراه تجريبيه، المدرب وقف دفاعنا غلط بالكورنر او الكرات الثابته مع السعوديه، دخل علينا جول اعتقد ما يصلحوا لي عدل مهم بالراس من نفس المكان. يعني احيانا ترى مو شرط المدرب يعلمك وين توقف، اللاعبين نفسهم يوقفون نفسهم صح بالملعب، هذا وين يوقف ما تعطي فتشه ومسافه حق المهاجم انه يصير بروحه، لا صار بروحه كذا مره المهاجم الاسترالي، يعني الدفاع وقفته غلط، المدرب ما في اي بصمه للفريق بكل اسف. يعني كنا نتمنى انه مثل ما تقول يعني جدد الفريق روح جديده. بعدين على طاري النزعه الهجوميه ما عندنا، ما في هجمات مرسومه، شوف هجمه واحده الاثنين هجم فيها خربط دفاعهم، فليش ما ضغطنا احنا هجوم؟ ليش كنا قاعدين ورا؟ فما يعني شيء يعني يتحمله فعلا الجهاز الفني، وجاي وشيء بسيط اللاعبين، وايضا ندش على احنا كنا قاعد نقول لاعبينهم هني عشان الجو، هم قاموا يتعبون يلعبون باصات لاعبين يركضون، المفروض احنا نتعبهم، صار العكس. لقيناهم عادي بالنسبه للجو لهم. بعدين في نقطة مهمة وانا هذه ما ادري ما مداشة مخي، كلنا نعرف ان اذا انت تنظم بطولة تستفيد من الارض الجمهور، وين الجمهور؟ يفترض الاتحاد قبل يطلب ان تقوم التصفيات هذه عنده يكون ماخذ موافقات اللجنة الصحية ويشرح لهم شنو ليش، يمكن ما يعرفون بالرياضة اللجنة الصحية، يشرح ليش ان الجمهور يحضر، هذه فقدناها. وبعدين هذه اللي راحت عليكم يعني ترى احنا ضرينا حتى بعد 4 سنين، تقول لي شلون؟ انا اقول لك فرضا بعد 4 سنين صار ظرف، اي ظرف كان راح يصير يعني مجمعه في اي مكان، لو طلبت الكويت استضافتها يا انت الدور اللي طافت اخذتها لا راحت عليك، شوف دوله ثانيه تستضيف. فاحنا خسرنا الحين وخسرنا قدام بعد. نعم. فما ادري يعني الغلط وين، انت قول لي. بس بقول لابو سعود ويعتذر انه يقول بعض الاخوان زعلوا منه على ما تكلم عن وجود لاعبنا الدولي فهد الانصاري. كلامك ابو سعود اول شيء انت اخ له كبير، انت كويتي وانت كلاعب ونجم تشعر بالاسى والخوف على مثل هذه المباراه. لي انت مو ما انتقدت فهد، ربما احتاجه انا. وعلى سبيل المثال يعني خلينا نشوف مبارياتنا السابقه كلكم انتم كنجوم، في بعض النجوم ترى لعبوا بالشوط الثاني ولعبوا 10 دقائق، ابو فيصل او اي واحد من هؤلاء. فبوجه الكلمه ايضا انا للي انت تفضلت انتقده عبد العزيز العنبري، ما اعتقد ان عبد العزيز العنبري لا يقل حبا حقيقه لمنتخب الكويت او الكويت، بس حبيت ابين هذه النقطه. ابو فواز
ما تفضلوا فيه، هل الهدف هذا الأول فعلا هو الذي أربك وغير كل فكر موجود حتى مو بس عند المدرب حتى عند اللاعبين، لخبط كل هذه الأمور بواز؟ والله شوف يا أبو سلم، أنا أعتقد في المباراة مالت الكويت وأستراليا مو مسألة الهدف ولا أول دقيقة ولا شيء، ما تفضلوا فيه الكباتن كابتن سعد كابتن عبدالعزيز كلنا هذول يتكلمون عن تجربة ولهم الحق، بس يتكلمون عن ثقافتهم نعم مو عن ثقافة اللاعب الكويتي اللي داخل الملعب، وهذا كلام قد يزعج ناس وايد كثيرة. احنا صدق خسرنا 3-0 لكن ماكو أداة لعب للفريق. انا برجع فيك الى 5 سنوات متأخر، وارجع من 5 سنوات برجع لك ل10 سنوات، كان في صراع في قوانين إدارة ورياضة وكل الأمور تمام. جت 5 سنوات واستلم ناس جديدة، استلموا ناس الإدارة كلها في مشاكلها، أعطيك بس نقاط معينة اليوم احنا ناخذ ثمرتها. هذه اللي استلموا شالوا ناس كثيرين لهم في الرياضة ولهم الأمور هذه كلها، ولكن الرياضة من استلمها تماما لم يقدم حتى الآن شيء للرياضة. أنا ما هاجم أحد. أنت قاعد تتكلم بالعمومية. هذه نتيجتك اليوم. كنتيجة هذه نتيجتك اليوم تأخذها. نعم. هذه نتيجتك. ليش إحنا لنا حق إحنا نقول كلمة. هذول صناع الكباتن صناع تاريخ. صناع تاريخ ما في شك. ولهم الحق بهذه الكلمة. تمام. سياسة الرياضة هذه واحدة. أديرت بإدارة سياسية. إن لم تكن معي فأنت ضدي. الإعلام كان موجه لشخص لشيء معين في أكثر شيء. هيئة الشباب ضايعة مو عارفة من هي تبي ولا تعرف من تبي، من يكون معاها تساعده من ما يبي تحجب عن الناس. هيئة الرياضة وليس هيئة الشباب. هيئة الشباب. هيئة الشباب. هيئة الشباب غير هيئة الرياضة. هم هيئة الشباب هم كانت في هذه النقطة. آخر 5 سنوات بالفترة الأخيرة قمنا نروح محاكم ونروح مخافر ومشاكل وفي مراهنات وفي كذا وفي صحافة تقيم الناس، فلم تكن معي فأنت ضدي. هذا اليوم حصيلتها، هذه هي نتيجتها يعني، هذه هي نتيجة الآن أنت تأخذ بالمنتخب يعني كل هذه الأمور بخواز. لما يتكلم جاسم وعبد العزيز وعبد سعد وفتح كلنا نتكلم عن أمنياتنا، لأن لازم نقول، لأن ما تعودنا، إحنا تربينا على الخسارة دائما، احنا المتحديين، فنرى هذا المنتخب الازرق لما يشوف كل شيء. لكن انت استلمت الرياضه، ليش مسيسينها؟ ليش قاعد تديرونها باسلوب سياسي؟ ان لم تكن معي فانت ضدي. احجبت ناس كثيره عن الرياضه، انت مو معي بمشعل انت ضدي. اضافه السكوك صارت الوطنيه، انت وطني ولا انت مو وطني؟ هذه مشاكل، لا نقطي راسنا ونقول هذه مشاكلنا احنا في هذه الرياضه. اليوم هذه نتيجتك انت في المنتخب، لكن احنا ندعم المنتخب وان شاء الله الفريق يغلب، لكن هذه النقطه ان لم تحل من فوق باسلوب اداري كامل متكامل وتصير تصفيه مع الانديه كلها. الانديه قامت كل واحد يحط الجمعيه العموميه، انت تقول لي انا طلعت عن الموضوع، ما طلعت عن الموضوع، هذه اساسيات الموضوع كلها. نادي يحط اشتراكك 300، نادي الثاني يحط اشتراك 500، على شنو؟ ايش قاعد تقدم لي انت؟ الرياضه للجميع، الرياضه ما تدار له. دائما الرياضيين لما تخلص المباراه يسلم عليك يحب ايدك وكل شيء، الاخاء والتعاون السياسي يعني. فوز كل هذه اللي ما تفضلت فيها كل هذه هي تاخذها اليوم، هذه نتيجتها. خلنا اقول لك، طيب لو عفوا اسمح لي اقول لك، انت لو تعادل المنتخب انت مستلمت الرياضه، لو تعادل المنتخب الكويت واعوذ بالله من كلمه لو، او فاز في منتخب الكويت، هل راح تقول نفس هذا الكلام فواز مثلا؟ راح اقول نفس الكلام. دوري، خليني اقول لك شغله واحده وبالاسم، من 15 سنه الصراع بين قادسيه والكويت وجمع اللاعبين تمام، ويفوزون. لما نلعب في المباريات الخارجيه نخسر ولا ما نخسر؟ نخسر. خوش في جميع الالعاب، شنو يعطيني هذا المصور؟ هويه الدوري عندك ضعيف ولا مو ضعيف؟ أنا للحق أقول هالكلمة. لا أقول هذا أكيد. تمام. ولهم الحق. تمام. ضعيف ولا مو ضعيف؟ ضعيف. ليش؟ لأن لا تدار بالأمور كذا. الأندية مهمة والاتحادات مهمة كلها. سيست بأسلوب أنت لم تكن معي فأنت ضدي.
وهذه نتيجتها. احنا يبقى احنا نقول نجامل نقول ان شاء الله راحت، ماكو التلفوز بالدعوات ولا هذا، لا اول العب العمل والدعاء والعمل والدعاء ما خلت تصير عندي هويه رياضيه حقيقه هي حقيقيه هي كانت انا عديت لك كانت عند الهويه الرياضيه انا عديت لك نقاط معينه. نعم. هذه المفروض من استلم هذه الرياضه وخاصه اللي استلموها يحبون الرياضه ويعرفونها ويتكلمون فيها، ولكن الرياضه تخدم ما تخدم نفسك فيها، ايه هي بعدين تشيلك، ايه هي توديك فوق، مو انت اول شيء تاخذ حقك وبعدين تهدها. طبعا كل كلام طبعا تعبير عما يعني نتيجة هذه المباراة وحبا وعشقا لك هنا في الكويت وعشقا هذا هذا راي ابو فواز انا اعتقد يعني مو الراي يمكن الكامل. نعم. لكن انا اعتقد سالتي ابو محمد بس انا لا لي كلمة دكتور جدا يعني انا برجع لك محمد تعبير تعليق على في فريق كرة القدم. نعم. او اي فريق اذا ما عديته بالشكل السليم ثغنك ما راح تقدر. انا اعتقد ان فريقنا ما وعد اي فريق ما تعده بغض النظر عن الخلافات الاخرى. يمكن في ايامنا كانت في خلافات بين انديه الكويت والقادسيه والعربي، بس كان الاعداد سليم، كان في لاعبين، كان في هناك تجهيز. يعني يمكن يذكروا كلهم اللي قاعدين نطلع شهرين معسكرات، ما لعبنا دوري كامل عشان نوصل كاس العالم ونحقق كاس اسيا ونوصل موسكو. كل هذا كان اعداد. اذا وجدت الاعداد واهتمت الاداره بالاعداد انا اعتقد انك انت راح تمشي بالطريق السليم. خل خلافاتنا بصوب، لكن خل اعدادنا. انا اعتقد اعداد انك تروح تلعب مباراه هذا لا، هذا مو اعداد ولا تجهيز فريق. الفرق بالاعداد للفريق وتجهيز اللاعبين، شلون قدر في ذاك في تلك الفتره الاتحاد جهزك اختلف. احنا ما نبي نطول بالموضوع لان انا اعتقد انا باسمع راي طارق. بس لحظه محمد يلا. لا لا خلنا اعلق انا اللي تفضل مع كابتن سعد اتفق وياه، لان كانت في اداره حكيمه في الانديه كلها وتعمل للرياضه، وكانت عندنا هويه رياضيه مستوى عالي. كان القادسيه لما يلعب ضد التضامن يعمل الف حساب حق فتحي كميل لان عنده الشخصيه في هذا الفريق ويأدي دور في نفس الوقت، وكان الدوري كان قوي جدا. لما تاتي بطريقه تنظيم كان مستوى اي نعم مثل ما قال كابتن سعد احنا ياخذوننا معسكرات وكل شيء، لكن كانت هويتنا الدوري كان هويه رياضيه عاليه المستوى، عاليه جدا بمستوى الاداري بمستوى الصحفي اللي اختفت الصحافه اللي دائما الان بالفتره الاخيره. انا اذكر كانوا يلقبون اشخاص رياضيين قياديين يلقبونهم الغاب، الان لما صاروا الغاب في هذه الموضوع قاموا يغيرون ما قاموا يبون طاريهم. تمام. ما يصير ما يصير هذا الكلام. رياضة حلوة وحبية ترى احنا بالملعب يا ابو مشعل انت طاحن انا وسعد ولا العنبري. ولو تشوف الحكي هذاك اليوم في هذيك الحلقة لما جاسم يقول عن فتحي كان سعد وسيع صدر، صح وسيع صدر لانه كان يسمع حكي مني ومن عبد العزيز ومنه وكذا. لما تسمعنا تقول ايش دعوة ايش بينكم، تدري ايش حقه؟ عشان الفنيل اللي احنا لابسينها ما نرضى ننقلب. دكتور بعد اخوانك ما دار حديث شيق حقيقه وجهات نظر وتعدنا شوي عن تحليل نتيجه المباراه. هو بالعكس يعني اللي تفضلوا فيه الاساتذه الكبار هو مرتبط بكل تاكيد. كره القدم ليس فقط 90 دقيقه وتنتهي المباراه، لا هي سلسله مترابطه. منتخب الكويت يعني حد يمكن يقول البعض انت مش موجود في الكويت ومو موجود في الكويت، لا انا متابع جيد لكل ما يحدث في الرياضه الكويتيه وعن قرب، ما اطوف اي برنامج اي مباراه الا انا اتابع الاحداث لانها بالاخير هي تخصني. يعني ما في اشك من الناحيه هذه. للامانه شوف يعني انا يمكن باخذها من راس الهرم الى تحت. يعني الاتحاد الكويتي انا صراحه متفاجئ من اتحاد يعني برئاسه الشيخ احمد اليوسف، من الشخصيات التي عاصرت الاتحاد لسنوات كثيره وعاصر معانا شخصيا انا هي وصول منتخبنا لاولمبياد برشلونه، وكان المنتخب طالع من الغزو كان عندنا الامور امكانيات ضعيفه جدا وهو كان معانا، وصل لنهايه برشلونه والحمد لله المنتخب حقق انجاز. فلذلك ما زالت الذكرى جميله عندنا للشيخ احمد اليوسف ولا ما زالت لغايه الان. لكن لما انظر الى التخطيط في الاتحاد الكويتي يكاد معدوم التخطيط.
أنا كمتابع من الشارع الرياضي لما أكون أشوف برنامج وأشوف رئيس الاتحاد يقول والله إحنا اليوم راح نسوي منتخب شباب، طيب شنو الدراسة اللي سويت عليها؟ شنو الإحصائية اللي سويت عليها؟ شنو المعطيات اللي سويت عليها؟ طيب أنا بمشي معاك إلى منتخب شباب، وهذا ما يصب في عمل المنتخب حاليا. طيب على الدراسة الموجودة وين الخطة الموجودة؟ ليش ما تنشر في الإعلام؟ ليش ما يصير في مؤتمر صحفي؟ أنا كرئيس اتحاد مع الطاقة الموجود أن في مؤتمر صحفي خطة خمسية وهناك محطات لحساب الاتحاد، إن لم ينجح بتخطي المرحلة خلاص يكون في هناك حساب وبالتالي يقصى هذا الاتحاد أو يغير أو يبدل. هذا جانب الاتحاد، أنا لغاية الآن ما في شيء خطة، فقط هي ردة فعل. ترى الاتحاد يحرك الشارع الرياضي ويحرك ما يحدث في الشارع الرياضي لإرضاء الشارع الرياضي، وهذا أنا أشوفه وأشعر فيه عن قرب. إذا الشارع الرياضي كان متوجه إلى طريق واحد، الاتحاد يريد أن يمتص غضب الشارع الرياضي. الجانب الآخر منتخب الكويت، وأنا أتكلم عن منتخب الكويت باسمه. صديق أبو مشعل والإخوان موجودين وأبو فواز يعرف النقطة هذه، منتخب الكويت إحنا هناك دائما يسألوني الزملاء هناك يقول وين منتخب الكويت؟ وين منتخب الكويت اللي شفناه بالثمانينات بالتسعينات؟ وين منتخب الكويت اللي كان لما الأزرق يدخل الملعب الكل يعمل له ألف حساب؟ يعني ما زالت ثقافة الناس لدى المنتخب الكويتي عالية جدا. مع احترامي وتقديري الكبير لمدرب المنتخب، هذا منتخب مدرب أولمبي، منتخب الأولمبي الظروف التي كانت موجودة حطوه كمدرب للمنتخب. طيب كمدرب أخذت فرصة كبيرة جدا في الإعداد، باريت خمس مباريات منتخبات ورحت معسكر. أنا أقيس عمل المدرب من السيناريو اللي حصل، لأن المدرب يجب أن يكون متجهز لكل سيناريو وارد جدا. بأول دقيقة يسجلك هدف، وارد جدا كرة القدم، لكن كيف تعامل مع هذا الحدث اللي صار؟ أبدا، ولا كأن في شيء صار، الهدف سجل كأن بداية المباراة، ولا في شيء ولا في رد فعل بالنسبة للمنتخب. تعامله مع العناصر الموجودة، وهذه نقطة مهمة جدا، في هناك أسماء بوجهة نظر يجب أن تكون موجودة في المنتخب. لكن أنا ما تسألني شخصيا، بعيد عن العاطفة وبعيد عن المبالغة في التفاؤل، أنا متوقع النتيجة، أنا متوقع المنتخب الأسترالي راح يفوز علينا، لأن يعني لما تبدأ صح وتبني صح راح تكون نتيجة صح موجودة. لكن كمدرب كأدوات يتعامل فيها، ما هي الأدوات اللي ممكن تودينا بعيد مع هذا المدرب؟ أنا بوجهة نظري أن هذا المدرب قد يكون ناجح بالأولمبي، قد يكون ناجح كمحاضر، هذا شيء وارد جدا لأن هذا تخصصه، لكن لما كمنتخب أول ويقود المنتخب الأول من الصعب جدا، من الصعب جدا، وقد يكون فيها نوع من المستحيل. ولكن كرة القدم مفتوحة الاحتمالات، احنا عندنا مباراة يوم الجمعة، ما ودنا نتكلم سلبي أكثر، لكن أنا أشوف من واقع خبرة أن المنتخب الكويتي سوف يعاني في مرحلة قادمة إن تم هذا المدرب موجود، إن لم تكن خطة مدروسة وواضحة للجميع للإعلام. لأن أنا ما أمشي بنفق مظلم، أنا كلاعب منتخب ما أمشي في نفق مظلم، عندنا مواهب وعندنا لاعبين للأمانة من أفضل لاعبين. يعني أنت لما تكون في الكويت يطلع لك كل سنة ثلاث أربع لاعبين شباب ومواهب بإمكانهم أن يكونون في المنتخب، ليش ما أسس منتخب وأبني منتخب في مدرب صاحب إمكانيات كبيرة؟ مش مدرب أعتقد أنه ما زال في أول بدايته، وإن كانت بدايته ما تكون بالمنتخب الكويتي، يكون مع أندية، لعب درب نادي بسيط وأنهى تعاقده وأتى في هذه المرحلة للمنتخب الكويتي. أعتقد إحنا في دوامة كبيرة جدا، وأنا دائما أقول الاتحاد الكويتي كالرجل الذي تحت المطر، ودائما أنا أطلق عليه هذه النقطة، كالرجل الذي تحت المطر ويملك الشمسية اللي هي تعتبر يعني اللي ممكن تغطي على المطر، لكن هو لا يعلم أن المطر سوف يعني يبلل جميع ملابسه، هو بس يفقي رأسه، حامي رأسه، لكن هو تحت الكل متبلل. لذلك لما يكون في هناك خطة ودراسة وعرض هذه الدراسة، أعتقد راح يكون المنتخب بصورة. كل شيء عندنا، إمكانيات موجودة، لا تقول الملاعب ما الملاعب، أنا أشوف الملاعب تطورت صراحة، الأرضيات تطورت، لكن أتكلم عن الجانب المادي، من أغنى الدول الموجودة في الخليج، ما عندنا مشكلة في الجانب، لكن بحتاجة إلى إدارة، والإدارة لغاية الآن غير موجودة في الاتحاد. بارك الله فيك، شكرا. أنا بأخذ النقاط اللي أثارها، ما أعلم أعطيكم إياها بس عشان تكون. أول شيء هو أثار نقطة مهمة،
اساسا ويمكن انتم مريتوا عليها، وقال لي ان الاتحاد الكويتي قال انا ابني منتخب شباب، انت تطلع باوراقك مثل ما اللي انا عرفت من طبعا اخوي طارق واستراتيجيتك في مؤتمر صحفي، وتبين للرياضيين للاعبي كره القدم للاعلام بشكل عام تقول شنو هذه الاستراتيجيه مال 5 سنوات القادمه، راح ابتدي كذا 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 كذا، وبعدين بعد ال5 سنوات تعالوا مثلا، ويمكن ما فهمت منه يمكن بال5 سنوات ما راح احقق شيء، لكن بال5 سنوات اكون انا بنيت لي مستقبل. هذا ما تفضل فيه بالنسبه الى الاتحاد. بالنسبه الى المدرب، وجهه نظره هذا مدرب اوروبي امنا بالله، بس اثار نقطه واحده اللي هو لما جاء الهدف الاول في اول 50 ثانية ما شاف رده فعل المدرب ايش اللي حصل، وكان المباراه توها باديه، لم يجر اي خطه يقول في ارضيه الملعب. هذا الكلام تفضل لكم تفضلوا، بس انا حبيت اختصر ما تفضل فيه دكتور طارق. مش عشان اقول لك شغله واحده، احنا لما ثرنا نقاط، انا ثرت لك نقاط هذه كلها، هذه سلسله كانت فيها. الان لما تقول لي الاتحاد وبيرسم، او الاتحاد ما يخلق منتخب، الاتحاد عمره ما خلق منتخب، الانديه اللي تخلق لاعبين، واللاعبين لازم يكون الدوري يكون على مستوى عالي، بس يعمل استراتيجيه. عفوا ابو فواز، لحظه أنا اوكي انا ما بعد عشان اتفق معك، استراتيجيته بيحط لي البرنامج هو تماما. نعم خوش، انا ما بيتكلم فنيا، انا ما بيتكلم فنيا لان الانديه موضوع فني، انا باداريا الاداره تمام، هي اداره الاداره مو بس بالمنتخب، اداره الانديه موجوده الان، صارت هذه موجوده عندنا، هذه مشكله عندنا احنا كلنا بالكويت. انا لما مساعة قلت لك 5 سنوات من استلموا الناس اللي قالت ان احنا بنعيد الرياضه وكل الامور، وينهم؟ شنو الشيء اللي تطور عندنا؟ شنو الشيء اللي تطور؟ شنو الشيء اللي احنا صرنا؟ انا اقول لك شو اللي صار، صارت عندنا مشاكل اكثر، انت معاي ولا ضدي؟ انا اخصيك اذا انت مو معاي، صكوك الولاء وصكوك الوطنيه، اذا انت وطني قام تقيم الوطنيه من هو يعمل في نفس الوقت. الروح نيابه، الروح مخافر، الروح مشاكل، هذه كلها صارت. اليوم جينا احنا حق المنتخب، ما زال الشعب يحب المنتخب الكويتي وتماسكنا ونبي المنتخب احنا في النقطه هذه كلها، لكن هذه مشاكل كانت موجوده بال5 سنوات، انت ليش ما حليتها؟ ليش ما سويتها؟ انت صفيت، انت درت المواضيع لا تسيس الرياضه. بس الاتحاد، عفوا ابو الفاضل لحظه، ما الاتحاد، بس الاتحاد انا ما اتكلم عن الاتحاد بمشعل، انا ما اتكلم عن الاتحاد، انت تتكلم عن القيادات، انا اتكلم عن الرياضه كلها بعامتها كامله في هذه النقطه كلها، هذه نقطه مهمه احنا لازم نتكلم فيها، وهذه حقيقه. يعني في نفس الوقت انا مو قاعد اهاجم احد ولا شيء، قاعد اقول صارت هالامور هذه كلها، ولا الحين احنا بالمواضيع هذه ما صارت، لا الحين ما تطورنا ولا اي شيء سويناه تماما، كل الامور هذه كلها زين. لما تتكلم الاختار وتتكلم المنتخب ويلعب الفني، متى ما صارت عندك الاستقرار والفكر الخط اللي تبيه، الكويت ولادت لاعبين من اكثر ما يمكن، لكن هذه المواهب ما دام ماكو اسلوب اداري ولا كو ناس تعرف تدير هذيله راح تخسرهم. ما نتكلم عن المباراة، احنا مع مباراتنا الجاية ان شاء الله مع الاردن باذن الله، اتمنى كل الفوز وكل مرة، لكن في نفس الوقت ابي الاصلاح، ابي الشيء اللي يصير للرياضة كما كانت. سنتي على ذكر مباراة الاردن ان شاء الله، بس عود تفضلوا محمد. انا مش عارف يعني فواز واخوي طارق ومساعد محمد طرح راقي الصراحة بالنسبة لي للي قاعد يصير داخل البلد، يعني تكلم عن الرياضة، رياضة كرة القدم رياضة، لا رياضة كرياضة مفهومة العام كامل، يعني مربوط بالأجهزة الإدارية والفنية، مربوط بالأجهزة الطبية، بالهرم الرياضي ككل. عندنا خلل رياضي مو من الآن، يعني من زمان لسنوات احنا قاعدين نشوف خلل 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 قاعد ينزل، وهذا المردود اللي قاعد نشوفه الان مو بس كره القدم، انت تتكلم عن اللعبات الرياضه بشكل عام، وليس جميع اللعبات انت تشوف مستواها، يعني احنا وين اليد اللي كنا احنا ابطال اسيا، وين الطائره، وين السله، وين هذه مفهوم
المفهوم اللي لابد ان الحكومه كلها، الحكومه من الراس الهرم، هم اللي يوجهون الرياضه الان، وهم اللي يحطون الرجل المناسب بالمكان المناسب. احنا محتاجين ماني قايل يعني محتاجين هزه يعني شيء من خل وتجيب الناس اللي تحتاجهم. انت تحتاج الاتحادات كلها ناس على مستوى عالي ودعم من الحكومه، واول شيء انك تدعم الرياضه عندنا ولاعبينا، انك تسوي لهم احتراف يا ابو مشعل، احتراف. ما عاد الواحد خلاص يعني ما عاد الواحد اللي يتكلم عن الاحتراف الجزئي والاشياء هذه اللي قاعد نشوفها الان. انت يبي لك منظومه رياضيه استراتيجيه عاليه على مدى، يعني احنا يمكن نتكلم على مدى 5 سنوات. انت جيت في وقت، انت حتتكلم عن الوقت هذا اللي احنا فيه، احنا وقت هذا ضيق. يعني كنا بالاعداد اللي صار، والاعداد اللي بكورونا صارت مثل يعني شماعه، صارت مثل الشماعه. يعني ما صار في اعداد جيد، وما صار في، يعني شفنا الكل كورونا يعني نعفست العالم كله. يعني احنا عندنا دوره وبطوله مهمه كانت، وكنا محتاجين هذه البطوله تكون تقام على ملعب، وقالها ابو محمد يعني ان نحتاج ان الجمهور، وتكلمنا عن الجمهور ذيك الايام ان وزير الصحه لازم يكون له دور فيها. يعني هذا البروتوكول الصحي لازم يكون له دور فيها. احنا شفنا بجميع الدول الحين الخليجيه، ماني رايح اوروبا، الجماهير قاعد تحضر 30%. صحيح. اذا يشيل 60 انت تحضر 30، خلها مو 30، خليك الثلث، سوى 20%، خليك بينك وبينه. وتكلمنا عنها يا جماعه هذه، انت وناس تكلم قال يمكن احتمال ما الجمهور اذا ما حضر يمكن انت تشيل الضغط على اللاعبين. هذا الحين الجمهور ما حضر، وما شفنا احنا الضغط، وشفنا مضغوطين اللاعبين اكثر من يوم كانوا الجمهور حاضر. احنا محتاجين الان وقفه من الحكومه. الحين ما بقى الا 3 ايام، اتحدث الاربعاء الخميس الجمعه، لابد ان يعني لابد يا جماعه، لا احنا محتاجين هالمباراه، ومحتاجين ان يقدموا لنا مستوى متميز، وخاصه امام الاردن. اليوم الكل قاعد يتكلم، الكل يتكلم سواء بالمجالس بالفضائيات، يتكلمون عن منتخب الكويت اللي ظهر في هذه الصوره اللي ما حد يعني، ما احنا توقعنا الخساره، بس ما توقعنا بهالطريقه هذه. من شوف ابو سعود، مثل ما تفضلت كل هذا من عشقهم طبعا الى منتخب الكويت وتاريخه وما حقق. بس انا جاسم قبل التعقيب، لا بس تحكي لي يعني انا عندي سؤال، الحكومة تبي رياضة ولا ما تبي رياضة؟ هذا السؤال مهم. هذا يعني هذه الرياضة مو بس حاكي ميزانية، لا رياضة شيء وايد. يعني رحمة الله عليهم الشيخ سمو الأمير راح الشيخ عبد الله أحمد، سمو الوالد الشيخ سعد، كانوا يتابعون الفريق، يتصلون بالشيء عبد الله أحمد، ايش ناقصكم؟ يقول لي ها شوف، لا ايش ناقصكم؟ شنو تبون؟ مشاكلنا هذه روح حل روح. الحكومة تبي رياضة ولا ما تبيني السؤال؟ إن شاء الله ما يبون. ها دكتور، عشان نطلع من هذا المحور مثل ما تفضلت، وأنا عارف إنك أنت مستمع الآن وإخوانك أكيد وأكيد. والله شوف الأمانة بمشعل، يعني هو مشروع دولة يجب أن يكون، إذا كانت الدولة تريد أن تنهض بالرياضة فهو مشروع دولة، والمشروع بحاجة إلى دراسة وإلى تخطيط. عندنا المقومات، أنا أذكر على ايام الله يذكره بالخير فيصل الجزاف في مكان في الهيئه طلبنا للجنه انشاء نادي رياضي تجاري، ويمكن اللجنه هذه قعدت 4 شهور، سوينا فيها دراسات كبيره على اساس ان احنا نعطي صوره للهيئه اذا كان هناك في انديه تجاريه ممكن تكون في الكويت، لتحويل الجانب الاحترافي الى احتراف كامل وليس احتراف جزئي. هو ليس احتراف جزئي، هو مكافاه، خلينا نقولها بالعربي هي مكافاه، ما هو احتراف جزئي، هو يعني مسمى بس، لكن تحويل الى الجانب الاحترافي اعتقد هو بحاجه الى نقله. وليش ما نبدا؟ يعني انا مستغرب ليش ما نبدا الخطوه؟ كل شيء متوفر عندنا، كل شيء متوفر عندنا. يعني لما الواحد يقول والله انا اخاف من الاحتراف، انظر الى الدول الموجوده يعني بجوارنا، اعتقد انها يعني ليس بالفارق الكبير بالامكانيات، لكن ممكن احنا نجاريهم. يعني احنا الاحتراف هذا عامل مهم،
وعامل التطوير، عامل التطوير. لما نتكلم عن الاحتراف، كأس آسيا 2007 إذا ماني غلطان، منتخب العراق حقق كأس آسيا 2007، والعراق نعرف إحنا تحت يعني ظروف صعبة جدا، جميع لاعبينها يلعبون محترفين خارج العراق، وحققوا كأس آسيا. عمان حققوا كأس الخليج في عمان، ولا لاعب يلعب في الدوري العماني، الكل محترف في الدوريات الخليجية أو الدوريات الأوروبية، كان على الحبسي هو حارس المرمى. يعني هذا نتاج الاحتراف، هو ليس فقط للاعب، لا للدولة. فهذا المشروع يجب يكون مشروع دولة، ويكون هناك فيه تخطيط لكي يكون هذا الشيء وارد واصل عندنا وحاضر بالنسبة للاحتراف بالنسبة للاعبين، مو بس كرة قدم، أنا أتكلم على جميع الرياضات. مشان كذا طبعا ما تحدثنا عن هذا المحور نتيجة مباراتنا مع استراليا، وما تفضل في اخواني حقيقة اللي فهمته معناه انه يجب تكون هناك استراتيجية عند الدولة للرياضة العامة بشكل عام وليس الى كرة القدم. نملك كل مقومات، نملك كل مقومات حقيقة ان احنا نكون دولة متميزة في العالم مثل ما كنا، بل ربما الى الافضل الان بعد تطور العلم والتكنولوجيا وكل هذه الأمور. العملية محتاجة إلى قرار على مستوى الدولة، على مستوى الوزراء، الناحية المالية، الناحية أمور كثيرة. وربما من خلال حقيقة هذا البرنامج بوجود إخواني هؤلاء اللاعبين وما يحصل في هذه المباريات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، ربما سوف نطلع إن شاء الله ب فكرة تطرح على مستوى الدولة كيف ننهض من جديد في الرياضة الكويتية. عموما احنا عشان نكون بعد ايضا يجب ان نكون متفائلين، احنا امامنا مباراة يوم الجمعة القادم مع النشامة، والنشامة ليسوا سهلين، اللي هو المنتخب الاردني الشقيق، وقدم مباراة كبيرة فاز فيها. خلنا نشوف عنوان التقرير ونسمع رأي اخواني الافاضل. تترقب جماهيرنا الوفية ظهوراً مميزاً لمنتخبنا الوطني عندما يواجه شقيقه الأردني في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. مجموعة هذه الأجواء صراحة يمكن كانت في البداية من أسهل المجموعات، ولكن طلعت الآن مجموعات في أفضل مجموعتنا و مستواهم أعلى من مستوانا. أعتقد الآن إحنا المنتخب الكويتي حطينا نفسنا في موضع صراحة حرج جدا، خصوصا بعد هزيمتنا من فريق الأسترالي 3-0. الآن مطالبين إحنا أمانة كفريق منتخب كويتي أن إحنا نعيد حساباتنا مرة ثانية لهذه المباراة جدا صعبة، ومباراة مهمة، مباراة يبيلها حسابات تكتيكية أخرى عن مباراتنا السابقة، كونها مباراة مفصلية. أمانة مباراة يجب أن تكون فيها حل واحد ألا وهو الفوز. بعيداً عن نكسة أستراليا، نتطلع الآن لرؤية منتخب قوي قادر على الدفاع عن ألوان الأزرق أمام النشامة، والكل عند ثقة في روح أبنائنا وقدرتهم على رفع علم الكويت عالياً والمضي قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود. إذا احنا بنفوز لازم نبتدي في الهجوم اللي هو 4-3-3، محورين أو محور واحد، أطراف أسرع. عندنا لاعبين أمانة ما أخذوا فرصتهم في المباراة الأولى، متواجدة مع المنتخب، أعتقد يقدر يستفيد منهم مدرب في هذه المباراة. لاعبين سرعة، لاعبين مهارة، بدر مطلب، بدر روح الفريق، بدر عند الحلول. يوسف ناصر لاعب مهاجم، لاعب شرس، لاعب مشاكس، عنده أهداف يمكن أكثر من 10-11 هدف عنده في الدوري، يجب أن يكونون موجودين. أنا أعتقد يجب تواجدهم مع الفريق. سيخوض أبناء الكويت مواجهة الأردن المصيرية، وهم مطالبون بالاحتفاظ بتركيزهم حتى صافرة النهاية. أعتقد مباراة الأردن سوف تكون مفصلية لهذه اللاعبين، ودائما احنا نحث اللاعبين على العطاء اكثر واكثر.
احنا سابقا شعار او شيلف عند الجماهير هذا خلصنا منه يا ويلك يا الياي، يا ويلك يا الياي. احنا لا وخلصوا منه في المباراة الاولى ونقول احنا خوفا من الياي لانها مصيريه مباراتنا امام المنتخب الاردني، والمنتخب الاردني ليس الفريق السهل. لا احد يعتقد ان فريق سهل، لا لا، المنتخب الاردني ترى دائما وبالسنوات الاخيره لا هو منافس على اسيا واضح. فبالتالي منتخبنا امام الاردن مباراه مصيريه ان اردنا ان نكون مع الكبار. سعد الحوت قاعد يكتب. والله مو قضيه تكتب، مو كيف كيف يعني ما بالنسبه حيكون واضحه للجماهير يعني الرياضيه بعد ترى ان شاء الله ما يكون صعب. لحظه محمد، لحظه عن الاكل انا بتكلم. ايه؟ ترى كل واحد قدامه بقول لكم بالعافيه. الله يعافيك ما شاء الله. اعطيني حلو غثيني. اعطيني كل حلو. ابو فيصل هو اللي ماخذ كل شيء. اسف ابو محمد. لا عادي ايش دعوه. ومشكورين الحقيقه على يعني الاخوان شو اسمهم الشركه اللي اعطيتنا يا مخرجنا. تفضل محمد. كوريا الشماليه اي يعني سبب مشاكل بالنسبه للمجموعات، الاساس ان الغاء النتائج والحوسه اللي بتصير. يعني انت الحين احنا عندنا 7 نقاط عندنا مبارتين، تصور ان مباراتنا اللي راح تكون الثانية غير الأردن ما راح تنحسب النتائج مالتنا ملغية. ملغية صحيح. آخر يعني المباراة الثنتين اللي بعد ما راح تحسب. عندك 3 نقاط الحين. يعني احنا كلمتنا للاعبين لا تنظر الحين انت للفرق ونتائجها، انت الحين عليك مباراتك القادمة مع الأردن، يجب ان تفكر شلون تقلب بأي طريقة ان النتيجة تكون لصالحك. وهذا طبعا يجب ان المدرب يفكر فيها، لانك لا تعتمد على الفرق والمنتخبات الاخرى. فكر شلون تاخذ 3 نقاط وتتامل ان هناك فرق يعني تحصل لها بعض الامور والمشاكل اللي ممكن انت تطلع، لان احنا ضيعنا علينا مبارياتنا بالسابق والحين نتحمل نتيجتها. بس احنا على اساس انه مثل ما قال اخوي عبد العزيز خلينا نظهر بالمظهر الزين، نظهر بالمستوى الجيد وافوز وان شاء الله تفوزون، وش اللي يصير بعدين ممكن تتغير بعض الامور بهدف او هدفين او باللعب النظيف او بشغله تتعادل مع منتخب تطلع انت. لكن الاحتمال ترى مو كبير انك توصل تتاهل. يجب ان نحطها يعني الجماهير تفكر ان التاهل راح يكون صعب، بس اذا يا حياها الله. بس هذا يعتمد على اللاعبين وادائهم، يمكن ساعات المدرب بطريقه لعبه اللي يحطها اللاعبين التصرفات بالملعب وحسب قدراتهم يغيرون خطة المدرب الملعب. هذا يمكن اللاعب روحه. هذا أبو محمد أنت يعني أكيد مريت بالنقطة هذه. نعم. بعض اللاعبين يغير يعني يشوف المباراة أنها تمشي بطريقة مغايرة للمدرب، هم بينهم بين بعض يا يكلمون المدرب يا يغيرونها في الملعب. مثل مباراتنا إحنا ساعات. يغيرها في الملعب. جاسم ويا فيصل. يطلعون من أماكنهم يتحركون، واحد يعطي الثاني مع أنه يمكن ساعات يلزمهم المدربنا في أماكنهم، لكن يتحرك. لانه يبي يسوي شيء، يبي يعمل نتيجه معينه. عرفت انه لما يوقف يعتقد انه ما راح يسوي شيء، لكن لما يتحرك يغير من 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 اماكنه ومن يزعزع الفريق الاخر. لذلك اللاعبين عليهم اهميه كبيره. انت لما قورت على كوريا هل حط قال لك يوقف يقور؟ نعم. شفت الفرصه لك خلص. نعم. والكره الاول مباراه اللي اعطاني اياها فيصل شافني متقدم بين اللاعبين اعطاني اياها وقورتها في المباراه الاولى. لذلك قاعد اقول اللاعبين عليهم دور. صح. عليهم دور كبير. طبعاً اولا هم اللي يمثلون الكويت وهم ابناء الكويت، وفوزهم راح يفرح الكويت وسمعه الكويت. احنا نقول انتم قادرين ان شاء الله، بس انا قاعد اقول ترى هم الفريق الاردني فريق جيد وفريق ترى ردي فريق قوي، ويمكن عنده بعض النقاط مثل الفريق الاسترالي. طوال القامه يستعملون الكرات العاليه، عندهم مدافعين يتقدمون بالضربات الركنيه حق الكرات العاليه ويسددون من بعض، بس عندهم نقطه على المدرب انه يستفيد منها. انا شاهدت مباراه امس عندهم المساحات بالملعب كبيره بين النص والدفاع بين النص والهجوم. هني لاعبين يجب يكون اذكياء، بالذات اذا لعب على كلام مدرب راح يبتدي بلاعبين الخبره، بالذات بدر المطوع. بدر لاعب ذكي، اذا لعب بهذا المكان ممكن يتحرك فيه، وعلى اللاعب المدافع انه لما يوصلها الكره يوصلها الكره صحيحه عشان بدر يعرف شلون يوصلها لقدام.
هني امور جدا فنيه مهمه، المساحات اللي بين الدفاع والوسط هذه يجب تستغل، لان الفريق الاردني في مساحات كبيره. لكن ديروا بالكم عند الجناح اليسار سريع ويخترق ويوصل كرات، هني يجب تنتبهون وعليهم ان يكونون حذرين. بنفس الوقت مثل ما لعبوا مع المنتخب الاسرائيلي، لان اول 10 دقائق ربع ساعه هي من اهم الدقائق لاي فريق طبعا في المنافسات القويه. الفريق يقول لك اسجل اول مره انا ارتاح وابتدي اتحرك، ان يكونون حذرين. احنا نتيجة المباراة أمام إسرائيل وهذه الخسارة إلى أي مدى لا تزال مؤثرة في نفسيات اللاعبين؟ ومريتوا في هذه الأمور، وأعتقد أن الأجهزة الإدارية والأجهزة الفنية شلون تعاملت معاكم في مثل هذه الأمور، وهي تحصل في جميع المنتخبات وفي جميع أنواع الرياضة يعني. مش لازم يعني، أعتقد أنه يعني على الإدارة يعني 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 مرينا إحنا فيها، يعني مرينا خسائر خسارة يعني خسارة وربحنا على طول، يعني طلعنا من الخسارة 3-0 من الصين اللي الكل تكلم ونتكلم عنها ولازلنا، ورحنا فزنا عليهم بالإياب. المشكلة الحين أنت يعني شلون تطلعهم، هذا أعتقد هذا الدور الإدارة فيها، دور الإدارة والجهاز الفني شلون يتعامل ويا اللعيبة وشلون يطلعهم من هالضغوطات اللي خلال الأسبوع اللي مروا فيها من الجمعة للجمعة. شلون اليوم شلون اطلعهم من اللي هم فيه يعني. وعلى اللاعب، على اللاعب ان انا شنو ابي داخل الملعب الان، انا شنو اللي راح اسويه داخل الملعب امام، يعني هم وصلونا لهالمرحله هذه. يعني اليوم صعبوا علينا التاهل، يعني امانه نتكلم عن ثمن، يعني لاول مره يعني نتكلم عن 12 فريق من اسيا كلها ان يتاهلون حق كاس العالم، ما مرت هاي ترى علينا. واربع منتخبات تلعب حق اسيا 23، هذه انت التصفيات تدشون، هذه يعني معطوك فرصه انك. وبعدين انا شفنا المستويات ومشعل صراحه مستويات ضعيفه، يعني حدنا المشكله ان لعبنا ويا استراليا عقب الوقفه هذه اللي وقفناها المده الطويله هذه، لعبنا امام استراليا بس جميع المنتخبات ما لعبوا ويا بعضهم، يعني لعبوا ويا المنتخبات ضعيفة، وهذا اللي عطت يمكن المنتخبات روح. يعني شفنا مباراة البحرين أمس ويا العراق ويا إيران، صراحة اختلف المباراة الأولى اللي لعبوها وفازوا البحرين. شفنا أداء إيران أفضل وفازوا وقدر يفوز عليها، يعني شفت في مباريات كثيرة، حتى الإمارات تكلم، قطر لعب المباراة الأولى والثانية 1-1، يعني 1-0 1-0، بس قاعدين يقدمون مستوى طيب، يعني حتى لو يخسرون أو بس قاعد يقدمون مستوى. أنت اليوم يعني أنت على المدرب الآن، الطريقة اللي ألعب ويا فيها ما أحتاج أنا لاعب مهاجم واحد، يا جماعة لعب 4-4-2، عندي أنا يوسف ناصر موجود وعندي شبيب، هذول اثنين من يعني افضل اثنين قدام الحين، العبهم اثنين وحط لي اطراف اسرع وحط اثنين في وسط الملعب. يعني عندك انت عندك ادوات، عندك زنكي تقدر تحتاجه انت فيها، عندك بدر تحتاجه، عندك عيد الان لازم يلعب عيد الرشيدي، يبي لك فرق، يبي لك لاعبين اسرع على الاطراف، انت محتاج تفوز بهالمباراه. شنو الارقام اللي تصير عقب، ما هذا ما حد يفكر فيها الان، يعني هذا تصعبت عليك انت، بس شلون تفوز بالمباراه اليوم لازم يكون تركيزك عالي، وهذا من دور المدرب ودور الاداره شلون انا يكون داخلي وطموحي داخل الملعب. انا طموحي اليوم لابد اني افوز على، وحتى التاريخ لعبنا وياهم 26 مباراه من اول البطوله العربيه الى يوم الى البطولات العربيه والاسيويه وهذا كلها حنا فايزين عليهم، يمكن تقريبا فايزين عليهم كم كبير، يعني هذا تاريخ ما نبي يروح منا حنا يا الكويت. يعني حنا الكويت عندها تاريخ، يعني على مدى السنوات قاعد تروح، تاريخنا كله قاعد يروح. اليوم 4 جولات مع استراليا فايزين علينا 4-4 3-3، يعني تلعب انت ويا استراليا 4 جولات لعبتها انت الحين اخر 4 جولات، كم هدف سجلوا عليك؟ 14 هدف مسجلين عليك،
فبالتالي انت اليوم لازم انت تعيد حساباتك، انت كلاعب كلاعب انت لازم انا اعيد حساباتي فيها. اليوم هي امام عندنا امام يعني ما احنا قالين ذاك اليوم قلنا احنا واثقين بلاعبينا وان شاء الله متفائل وهذا اليوم خلكم لعبوا لعبوا انت استانس العب داخل الملعب، لا وخر عنك الشحن الداخلي، المعنى الشحن الداخلي وخر الضغوطات هذه وخرها عنك، العب استانس استانس داخل الملعب، واللعب الاداء راح يجي داخل الملعب عقب ما انت تلعب وانت مستانس انك تلعب كره قدم. هذه كره قدم هي ونسه داخل 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 الملعب، شلون انا العب فيها داخل داخل انا ومجموعتي كلاعبين الان ان 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 شلون العب وافوز فيها. يعني الكل قاعد يطمع والكل قاعد يطالع والكل قاعد عيونهم كلها على على المنتخب. اليوم مباراتنا ويا الاردن يعني يا جماعه يعني شوف الحين نتكلم عن الخبرات اللي قاعده بالمنتخبات كلها ابو مشعل. الاردن عنده لاعبين خبره قاعد يلعبون، العراق لاعبينهم كلهم خبره قاعد يلعبون، سوريا شوف تاهلوا ومبارك حق الجميع، سوريا وقطر والسعوديه تقريبا 14 نقطه يعني بينه وبين افغانستان يعني والامارات تقريبا كلهم هذول يمكن تقريبا بتاهلون ان شاء الله باذن واحد احد، وما بين طبعا العراق موجود والبحرين يعني هذول اللي الاقرب. عمان اليوم تكلم عنه بعد قاعد يقدم مستوى متميز، هذول دورات دول الخليج والدول العربيه اللي حواليك. لبنان اليوم انت قاعد ينافس على الثاني يعني هذول ان شاء الله مبارك لهم، وان شاء الله يكون احنا بعد من نصيبنا مبارك حق منتخبنا ان شاء الله وعيالنا ان شاء الله ويقدموا لنا مباراه متميزه يوم الجمعه ان شاء الله. وهذا ما يحز بالنفس حقيقه ما تفضلت فيه، كلها تلك الفرق تاهلت ومنتخب الكويت لا يتاهل، ما في شك ان هذا يحز بالنفس يحز بالنفس بتاريخنا الكره. بس انا سعود بس محمد صبر باك اللقمه بقول لهم ترى شوفوا احنا نطلع الساعه 12 زين، اول شيء مو وقت العشاء الساعه 12 تعشى بالليل، واني مبكر ما احنا متعشين في بيوتنا، وجزاهم الله خير في عندنا حقيقه حلواني الكادي ما شاء الله شوفوا الطاولات زين، ترى مو ذاك الاعلان التجاري لا، لكن الحقيقه عاد يبونا الحلويات هم سوينا رجيم احنا قاموا يبون الحلويات الكك في سندوتشات صغار ابو محمد وفي مطقطق في على كلهم عند فتحي كمين الكاميرا تصيد فتحي كمين بس ما ياكل فيصل ما ياكل فيصل ينقد على خفيف كنا ما يدري كنا ما يدري ابو محمد ما تفضل فيه ابو سعود حيو انا اعتقد ابو سعود كل اللي قاله صح، وانا بضيف شيء واحد ان الفريق الاردني كل اتوقع كل تفوز عليه يفوز عليك تعادل كل اتوقع يعني تقدر فريق الاردني في ميزه روحه قتاليه عاليه من ايام هم يلعبون روحهم عاليه بالملعب قتاليه، وربعنا ما ينقصهم الشيء هذا، بس احنا نقول لازم نبدا بالهجوم ليمتى نقعد ندافع ونسكر ليمتى نبدا مثل ما قال ابو عزيز يعني تشكيله هجوميه. انت ما تفكر بالتعادل يا الاردني شو تستفيد؟ تعادل ماكو خلاص تعادل حتى لو تفوز بعد ما تدري شنو الحسبه انت تفوز اهم شيء تفوز على الاقل تسوي لعب غير وسيله للدفاع الهجوم اي اهم شيء يعني بالفعل ولا قدر الله طلعنا من التصفيات ما نحرق الفريق نعد حق اللي جاي صحيح ما يصير يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله انا ما اتمنى ان يطلع ولكن نقول لو طلع الفريق المجموعه هذه فيها لاعبين تبشر بالمستقبل الخير صحيح علمت يعني في لاعبين ممكن بعد ما اخذناه ما اخذهم المدرب يطعمون بالفريق زياده. نبي نشوف اول نبي نشوف الفيفا داي بالكويت منتخبات قاعد تلعب، نبي الانديه تجيب مثل اول الانديه تجيب فرق تلعبها، هني تطور اللاعب لمتى القاسيه العربي الكويت كاظمه تضامن لمتى؟ تجيب مدرب يقعد بالنادي 3 سنين 4 سنين، ما تجيب مدرب يقعد بالنادي شهرين ويمشي. سعد متى خبرك خبرك بالكرات الطبيه؟ تذكر الكرات الطبيه اول؟ اي كل لاعب مع كرة طبية كرات المعلقه الهيد اللي تمرن تقوي جسمك تقوي يعني الحين يعني اي خلاص في امور في امور اثارها ابو محمد في امور حقيقه فنيه يمكن راح نرجع لها شوي، ولكن الفريق الاردني ليس بالفريق الساهل. طبعا فريق الاردن خلال متابعه السنين اللي طافت يتميزون بسرعه وبقوه وروح قتاليه عندهم طبعا صحيح. يمكن روح القتاليه احيانا وانت اكثر مني تعلم كمحلل زين روح القتاليه تقطع على الجانب الفني عند طبعا. بعض الفرق طبعا منتخب الاردني من المنتخبات اللي يمتلك امكانيات ممتازه الامانه، يعني ننظر الى يمكن عدي الصيفي من افضل اللاعبين الموجودين
ومن لاعبين المنتخب، يعني هو من إضافات نعم كبير السن، لكن هو لاعب عنده إمكانيات ممتازة جدا ولياقة بدنية عالية. الجانب الثاني المهم وهو بالنسبة للمنتخب الأردني، أراح بعض اللاعبين في مباراة السابقة، يعني هو دفع باللاعبين الاحتياط، لكن هو ما أراح كل الجميع، أراح بعض اللاعبين. عنده ميزة نوعا ما، يعتمد على القوة والسرعة الموجودة في المنتخب الأردني. احنا تعادلنا معهم 0-0 هناك، والآن هي مباراة الإياب، هو يلعب على فرصتين، يعني يلعب على التعادل ويلعب على الفوز نفس منتخب الكويت، لكن منتخب الكويت بحاجة أن يفوز في المباراة، حاجة للفوز. لذلك أنا أشوف عندهم لاعب اسمه موسى التعمري، هذا من أفضل المواهب الموجودة، محترف في اليونان وأعتقد معار الآن في 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 نادي، لكنه من أفضل اللاعبين، لاعب مهاري ولاعب صغير بالسن ولاعب ينظر للمستقبل جيد من خصوص هذا اللاعب اللي برز حتى في كأس آسيا القيمة في الإمارات منذ أعوام. لذلك العمل سوف يكون بالنسبة لمنتخب الكويت، هذا منتخب الكويت خلاص الأمور الحين 3-4 أيام قبل المباراة ما في أمور فنية بالنسبة لي، ما في إضافة فنية بالنسبة للفريق. هني دور اللاعبين، ودور اللاعبين عليهم دور كبير جدا في المباراة. بعض الأحيان وكلهم كوابتن كبار وعاشوا هذه النقطة، أن بعض الأحيان اللاعب هو من يغير من شكل المباراة وليس المدرب. في بعض الأحيان المباراة خلاص صفر الحكم، مدرب دوره ما راح يكون دوره أكبر من اللاعب في الملعب. أعتقد الكبار الموجودين بدر مطوع وفهد الأنصاري يشعرون بهذه القيمة ويشعرون بهذه المسؤولية عليهم في المباراة. مو كل شيء المدرب ولا كل شيء اللاعبين، في إدارة مباراة وإدارة مباراة تأتي باللاعبين أصحاب الخبرة، وأصحاب الخبرة موجودين، وأعتقد أن في المباراة القادمة يمكن يكون موجودين بهذه المباراة الحاسمة بالنسبة لنا. لكن احنا نتكلم عن إن لم نوفق في المباراة هو ليس نهاية المطاف بالنسبة للمنتخب الكويت، بالعكس هناك في صفحة جديدة ممكن تفتح، لكن تفتح بأصول. وأتمنى وأنا صراحة الأمانة الواحد قلبه يعني يحس بالضيقة لما يشوف المنتخب وسياسة الترقيع، يعني سياسة الترقيع أن مدرب والله فشل لم يوفق مع المنتخب يجيب مدرب محلي خلى شهر شهرين بعدين يجيب مدرب ثاني ونخليه يكمل 3-4 شهور 5 شهور سنة وأقيله. أنا عندي سؤال والله، سؤال أنا يحير يعني يدور في بالي، من هو من يختار الجهاز الفني في الاتحاد؟ يعني أنا بعرف ما في أحد في الاتحاد عنده نظرة في اختيار المدربين. جوزاك محاضر، ما هو مدرب اللي كان قبل المدرب الحالي، أقالوا حطوا الكابتن ثامر وكمل مع المنتخب بعد ذلك جابوا المدرب الأخير وحطوه مدرب أيضا محاضر. ليش كله محاضرين؟ من قال هذول عندهم دورات؟ هذول لاعبين. أنا والله العظيم في يعني هذا السؤال دائما يعني يراودني، من هو صاحب اختيار القرار في اختيار المدرب؟ في أسماء كبيرة على سبيل المثال بيلتش وهو مدرب ويست هام في الدوري الإنجليزي ومدرب الاتحاد ومدرب جيد، واجهنا ممكن أنا وأبو فواز في روسيا واجهنا كان معنا في التحليل، وإشيعت بعض الأخبار أن ارتباطه مع المنتخب الكويت. أنا صراحة استانست، أنا واحد من الناس استانست، رحت كلمته قلت له صدق إنه في يعني عرض من منتخب الكويت؟ شاقول له ما حد كلمني، بس إذا عرض علي ليش لا، ما عندي أي مشكلة، هو مدرب في البريمير ليج ما عنده مشكلة يشتغل هني. أنا ماني عارف من هو صاحب الاختيار، يعني ما في اختيار مدرب على قيمة المنتخب. هل هو جانب مالي؟ نهائيا ما هو جانب مالي، ما في عندنا مشكلة في الجانب المالي، لكن ما عندنا حسن اختيار المدرب، وهذه نقطة مهمة جدا. نبقى ايضا عن الحب محمد وعن المنتخب الاردني وهو المطلوب. منتخب كل فرق مكشوفه حقيقه، ما عاد في سر بالاسرار كيف يعني سنواجه وشلون نواجه المنتخب الاردني. نعم المنتخب الاردني قريب منه، مو بعيد يعني، مو مثل المنتخب الاسرائيلي، يمكن شاهدناه في دورات كثيره، ويعني حتى بالاداء قريب من ادائنا. ما نبي احنا نقول الاحتراف ذاك الاحتراف الكبير اللي ممكن انك يعني ما تقدر تجاري في بعض الأمور، تقدر المنتخب الأردني، لكن يجب أنك أنت تدرس كل فريق حتى الفريق الضعيف، يجب أنك تحترمه لما تدخل الملعب. شلون تحترمه؟ تحترم أنك عارف مقومات قوة هذا الفريق، ومن الجانب الآخر ضعف أماكن في هذا الفريق، شلون تلعب وياه، شلون طريقة لعبه، من تمسك، شنو الطريقة المناسبة،
هني انك انت تقدر تتعامل مع المنتخب الاردني فعلا. يمكن عند لاعبين حين يقول اخ طارق هنا إن مريح بعض اللاعبين ونفكر طبعا اكيد ان الفريق اللي امامه ضعيف مو مثل منتخب الكويت. المباراه المهمه مباراه منتخب الكويت، لذلك راح لاعبينا الجيدين. احنا هني يجب ان نستعد بلاعبينا اللي بامكانهم يغيرون من اسلوب اللعب اللي شاهدناه في مباراتنا مع استراليا، واعطاهم المدرب وشبعهم طريقه اللعب. وين يجب ان يكون التركيز، انا ما اقول البدني الفني، التركيز الذهني ده الحين حق هالمباراه هذه، شلون اكل ارتاح اتحرك نومي عشان جسمي بهالاجواء الحاره اللي عندنا. الجو الحار عليهم وعلينا، يجب انه يريح نفسه، يعرف شلون يتعامل مع المباراه. المباراه بحاجه الى مجهود كبير بدني وذهني معنوي ان شاء الله. بلدهم الكويت والجمهور، وانا اتفق مع جاسم الحين وعبد العزيز ان الحين الحكومه تغير من رايها على الاقل. اي تقدر تفتح الملعب، شاهدنا المنتخب السعودي مع منتخب اليمن الجماهير موجوده، شاهدنا في قطر الجماهير موجوده. شو اللي يمنع؟ ليش احنا وليش انا هالتكاليف هذه جبتها الفرق بالكويت وبدون جمهور؟ ليش؟ مو على اساس اني انا العبهم واستانس، لا، انا جايب عشان اوصل، عشان اعطي فريقي انا نقول خطوات ميزه عن هالفرق هذه. ولذلك يجب ان تاخذون قرار، ما فيها شيء يوم اللي معتوا الناس باكر اطلع القرار انا اخلي الجماهير تدخل الملعب. انا اعتقد راح يكون هذا حافز جدا قوي للاعبين طبعا لما يعرفون ان الجماهير بتحضر المباراه. سووها، سمعونا يا حكومتنا، سووا هذا حق عيالكم ما يخالف، ما فيها مشكله. ترى شنو المشكله؟ لا انت فتحت كل مكان والله العظيم، الحين يعني المولات مفتوحه، كل شيء يعني مفتوحه، كل شيء اللي بعدين بالدوري تدخل الجماهير وانا بالحين يعني كل شيء حكوا لي الحين انا لا مش عيال لا لا كلمه انت مش كلمه ومش على العوده الحكومه ولا انا ممثل حكومه كلنا نوجه الكلام الى في اشياء حبا طبعا ان شاء الله ان شاء الله هم يستمعون. لا لا بعدين ابو محمد لك يعني ويحاول الشيخ احمد اليوسف يتحرك هاليومين هذا هاليومين علشان انه يتكلم مع وزير الصحه انه يدخلون الجماهير. انا اعتقد الجماهير حضورهم راح يكون حافز سهل للعبين. سهله ابو محمد سهله استاذ جابر كبير 60,000 سهله تقدر تحط لزقه على المقاعد توسع الموضوع تخلي الناس بعاد ويحضرون الجمهور يعني انا مستغرب ليش ما حضور استاذ جابر اكثر من اي ملعب اخر لسعتها طبعًا الموجودة طبعًا أحسن من ملاعب ما نبي 30 وليش اختار أستاذ جابر 5,000 إذا ما تبي جماهير ليش اخترت أستاذ جابر؟ شو خليتهم أنت في نادي صغير خليتهم يلعبون ويمكن هاي تكون ميزة حق لاعبينا بعد داخل الملعب غير ملعب العود يمكن تغير على الفريق الإسرائيلي المحترفين ملعب العود يساعدهم شو يتحركون لكن ساعات الملاعب الصغيرة لك أنت تقدر تتحكم فيها أكثر كلاعبين عارفينها. نتمنى من لاعبينا أن فعلًا احنا ما نقول من كم يوم انه يكونون بعد الخساره مع استراليا انه شويه يشعرون برده الفعل ان الكويت بحاجه الى فوز وعليهم ان هم يراجعون نفسهم. سوينا ليش كنا مو زينين قبل المباراه؟ هل المدرب ما اعطانا طريقه؟ ومو عيب انك تقول حق المدرب ترى انا 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 بسوي كذي انا عندي، ما يمنع هذا. المدرب مو اله، مدرب انسان مثلك تتعامل معاه وتتكلم معاه وتقول له ساعات انا يمكن ما اقدر العب هالمكان لعبني بهالمكان. هذه امور الفنيه عادي قررها المدرب، لكن اللي نقوله للاعبين اماكن مباراه شدوا حيلكم واحنا وياكم وان شاء الله هالمباراه هذه تعطيكم خطوه لنقول احنا للوصول الى مثلا الادوار الثانيه لكاس العالم وكذلك حق اسيا. فواز كم اخير عشان نطلع من هذا المحور وناخذ الجسم، يعني هل فعلا هي قضيه الجماهير فقط هي اللي راح تعطينا القوة مثل لهذه المباراة أو هناك أمور أخرى تقولها أنت والله في مباراتنا أمام الأردن؟ لا هو يعني الشيء الوحيد اللي أنت تقوله أن أنت منظم البطولة عندك وطلبتها يجب أن يكون الجمهور الشريك معك في هذا الفريق في الحضور علشان يدعم المنتخب بس. محمد كان من أول قاعد الكلام هذا فقط على الجمهور يعني الجمهور بالفعل الحافز على كل اللاعبين. المدرب شنو مطلوب منه؟ المدرب يلعب خطه هجوميه ما يدافع. هل راح يلعب بنفس التشكيله او وجهه نظركم هل هناك اسماء ما اخذت مكانها في المباراه الاولى؟
هو عاد الحين انا طالعكم كلكم ترى مو طالعهم على المباراه ابو مشعل. شوف على اداهم المباراه الاخيره اي نعم، يعني هو شاف طريقه اللعب ما لعبه بهجوم، بس يوم لعب الشبيب الخالدي تحرك نوعا ما الفريق. انت تشوف لما تلعب هذا اللاعب العب فيه بالبدايه وعطى انت الفرصه. اكو مدربين، انا ما العب بنادي الكويت، مدرب تدش مدرب تدش يقول لي، يقول لي لما تدش على اللاعب اديله مليون سكينه، العب قوه لا تخاف. انت كمدرب انت تشجع لاعبك، لما اللاعب يسمع الكلام من هذا مدربه ما يخاف. مثل الابو في البيت لما يقول لك سوي كذي يا ولدي لا تخاف، اذا في اي شيء تعالي. هذا يعتبر مثل الاب عندك في 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 الملعب يشجعك. يجب المدرب يكون كذي، انت مو مدرب بس فني مثل ما قالوا جماعه يبون المدرب يروح. لا، انت تراعي كل الامور، انك تعلمه تشجعه توجهه كل شيء، لانه يسمع لك. انت مدرب يسمعك، يبي هو يراضيك، يراضيك في الملعب انت ولا هذا الكلام عشان تشوف اداءه في الملعب. عط شبيب الخالدي، عط عيد الرشيدي الفرصه، ونقول احنا ان اللي يقدر هو يهاجم خليه يروح يهاجم، لا توقفه. انا اتوقع محمد، اتوقع راح يبدا بالنهايه اللي نهى فيها منتخب استراليا. تفضل. في نهايه التغيير اللي حصل في الشوط الثاني، يوسف ناصر زينكي يلعب بدر ويلعب عيد. اتوقع النهايه فيها ممكن يبدي مباراه استراليا، لكن مباراه الاردن، لكن هذه المباراه لازم تكون بذكاء شويه من المدرب بادارتها، لان هذه المباراه مفترق طرق بالنسبه للمنتخب الكويتي. المبالغه في الهجوم ومبالغه في الجانب الهجومي ممكن تسبب مشاكل لنا، بحكم ان عندهم ادوات ممتازه في الهجمه المرتده. انا اعرفهم، عندهم لاعبين مميزين في الهجمه المرتده، وعندهم لاعبين جيدين في التنظيم الدفاعي. منتخب الأردني ما هو منتخب سهل، ما هو منتخب سهل، وراح يقابل منتخب استراليا، وراح اذا تعثر، يعني احنا نشوف مباراه نتيجتها راح يسبب مشاكل كثيره حق المنتخب الاسترالي. منتخب منظم، منتخب صدق، يعني قبل المباراه الاستعداديه انغلب 5 من الاردن من الامارات، لكن هذه مباراه تجريبيه. انا ما اقيس المنتخب على المباراه التجريبيه، انا اقيسها بالمباراه الرسميه. رسميه راح يكون في تغيير، انا اشوف انه في تغيير بالنسبه لمنتخب الكويت، لكن هي عمليه الموازنه في وسط الملعب. في عنده عناصر، ما هي الاختيارات؟ ممكن نشوف يوم الجمعة. بس سؤال، حتى ترتيب الدفاع لازم ينسق، ترتيب الدفاع لازم ما يصير، يعني لازم يركز على وقفه اللعب، الدفاعات المسافات اللي بين الدفاعات خطره علينا، دائما مخترقين من الهجومات. لازم يعيد الترتيب وتوزيع الدفاع. اتوقع حمد حرب يلعب بحمودي، ما ادري والله، يمكن يلعب مكان بسعود. اثار النقطه اللي هو شلون الطريقه المثلى اللي يلعبها امام المعلم خرجنا. قبل ان ننتقل للمحور الاخير، شنو الطريقه المثلى؟ بسعود يقول 4-4-2 على سبيل المثال، هل هناك يعني في طرق معينه لازم نلعبها فيها؟ احنا ايش لعبنا في امام استراليا؟ احنا لعبنا 4-5-1، نعم. لعبنا براس حربه هو شبيب، بس 5 لاعبين وسط الملعب، اعتمدنا على المرتده لان تراجعنا وايد وايد متراجعين. يعني ليش اقول انا المدرب عنده بلان اي وبلان بي؟ ممكن يصير احداث، لازم يكون عنده سرعه بديهه وقراءه المباراه. سجل علينا هدف في اول دقيقه، ما عليه، شو المشكله؟ ما في مشكله، ارجع المباراه لكن بذكاء، هو بنفس الاداء بنفس الرياكشن موجود عند المدرب. لكن في الشوط الثاني اجرى التغييرات شويه، دفع بيوسف ناصر، يوسف لاعب خبره مع الشبيب، وعيد لاعب مهاري ولاعب عنده امكانيات ممتازه. ممكن انه يكون شكل منتخب مغاير، لكن هذه تحتاج الى اداره مميزه، واعتقد ان المدرب، انا اشوف المدرب هو بحاجه ان يكون اكثر دقيق. المدرب يعني بحاجه الى مدرب، والله إيه. شلون محمد؟ المدرب بحاجه الى مدرب، يعني مساعد وياه يقول له، لا مساعد معاه يقول له واحد يقرا ترى هذا كذا كذا. انا بقول لك ملاحظتين، كل مدربين تدرون كل مدربين هو عباره عن اصطاف. انا خليني اقول لك عن البلنتي اللي صار علينا. استغربت انا جدا، يعني شات الكره صدها الحارس، المدافعين مالوته المفروض يكونون هم اكثر جاهزيه لدخول على اساس انه اذا في كره مرتده صحيح ابطا من اللاعب الاسترالي. الكره الثانيه 4 استراليين. الشغله الثانيه، الكره اللي رفعت ويمنها نقول يمكن الهدف الاول، لاعبين المدافعين قدام وثلاث لاعبين من المنتخب الاسترالي بروحهم ورا، شلون يصير؟ هذا لا يمكن تصير عند مدرب فعلا يعرف شلون يوقف لاعبينه
في خط الدفاع في الضربات الثابته. كل لاعب لازم يكون معه لاعب، وايضا كذلك لما يطلع حارس المرمى يجب انه يدخل الباكات داخل. هذه من اساسيات خط الدفاع شلون تعلمناها، لما يطلع الحارس الكره العاليه يدشون اللاعبين يغطون مكان ابو محمد يتكلم. هذه امور يعني المفروض يعني اي لاعب بديهيه. انا قاعد اتكلم عن لاعب المنتخب، انا ما قاعد اتكلم عن لاعب النادي. لما يوصل لاعب للمنتخب يكون عندها القدرات الفنيه هذه عاديه، هذه مو مشاكل ولا انظر من المدرب، هذه اشياء بديهيه. بس يعني المدرب لا، لما يقرا الفريق اللي امامه هذا يوقفني، انت مدافع فلان، انت مع هذا، انت مدافع الان مع هذا، لا تتحرك، انت مني واقف. احنا اللاعبين الاسرائيليين ثلاثه ورا وكره تي يردونها، شلون يصير؟ شلون يصير؟ قل لي يعني ما نبي نطول على الامور. لا قاعد تقول هاي نقاط فنيه خطره، ما هي المفروض تصير. ها انا بنتقل المحور الاخير من اخر يقول عشان اصبر اصبر. انا كابتن سعد لما قاعد يتكلم عن ثقافته هو كلاعب اكيد تمام. خلينا نكون واقعيين ونكون صريحين، امكانيات الفريق الموجوده عندنا مو المستوى، نقدر نقول لك مو مستوى التفكير اللي انت تتكلم فيه يا كابتن سعد، وهذا يحز بالنفس وثقيل الكلمه ها صراحه. لان نتيجه دوريك ونتيجه مبارياتك ونتيجه شغلك اللي سويته اليوم هذا الفريق. سؤال انا اساله، لا قدر الله الأردن سجلوا علينا هدف، نقدر نرجع للملعب؟ هذا الاحتمال الأول لازم تدرسه. الهدف اللي تسجلته إذا أنت الأول في بداية الشوط، هل هذا راح يكون لصالحك أو لا يكون لصالحك؟ هل الوقت الجيم الثاني الأفضل لك أنك أنت تقول؟ ثقافة اللاعبين هل هي موجودة عندهم أن الوقت لازم تكون هادئ في المباراة تمشيها على وقتك؟ هذا كلام تتكلمون عن ثقافتكم، مثل ما اصبحت زين. عندكم ثقافه يا فيصل. لا 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 تفضل ابو مشعل، هو بيتكلم بالمحور الثالث نفسه. خلينا نتكلم، انا اشوفك قاعد تركز على المحور الثالث. خلاص خلينا نتكلم. المخرج يقول قاعد اتكلم عن المحور الثالث. فيصل مثلا ليش المخرج قاعد يقول عشان ما ياخذ الوقت وفي ثلاث محاور موجوده عندنا عشان فقط يا ما محاور ما حطاها وما ما 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 تفضل كمل يلا انا بكمل انا بكمل يلا. هذه نقطه موجوده لازم تكون ندرسها نشوفها، هذه ثقافه الفريق. لما نقول احنا هذه النقطه لازم نكون هادين في المباراه، عنصر الخبره لازم تكون متواجد تمام، وما نستعجل من مباراة، دائما نكون مسكرين، لا نقعد نقول احنا على ارضنا وجمهورنا لازم نقلب. الارض ما اعطاك الحق انك انت تفوز، الارض ما اعطتك الحق انك انت تسجل اول واحد اللي تسجل، كل شيء يسجل لك. مباراة 90 دقيقة يجب ان تكون هادي فيها الى ان تطلع بالمباراة الى بر الامان. فالوقت مهم بالتعامل المباراة. انا لما ذكرت كابتن سعد لأنه خبرة عارف الأمور هذه كلها، يتكلم يشوف ينسى نفسه يقول المفروض يسوي شيء. أنا معاك، أنا أقول له أنا معاك، بس اللي موجودين بعد. وأنا قاعد أنتقل قبل أضيف لكم شيء، أعتقد هذه الثقافة اللي تفضلتم فيها وأردت منها حقيقة، هذه يجب أن تبنى أساسا من بدايات أي لاعب من خلال النادي قبل أن يأتي إلى منتخب الكويت. يا دكتور طارق عموما محورنا الاخير طبعا عطنا المحور الاخير هو حسب بعد خسارة أزرقنا أمام أستراليا بثلاثية نظيفة، دخلنا بحسبة النقاط والأرقام قبل مواجهة الأردن وذلك للتأهل للدور القادم. بالنسبة لمباراة الأردن منتخبنا يعني لازم يضع في عين الاعتبار أنها مباراة مصيرية، لابد أنه يعني يلعب فيها للفوز، يعني لأن بنظام التصفيات هذا عندنا الفرصة أنك تحتل أحد المراكز المركز الثاني وتكون من ضمن أفضل المركز المنتخبات في اللي تحتل المركز الثاني. نظام التصفيات عندنا
مثلا في آسيا الدور الثاني كان يعني من 8 مجموعات ثمان وكل مجموعة كانت من 5 منتخبات كانت في مجموعهم 40 منتخب كان مفترض يتأهل منهم 12 منتخب إلى الدور الثالث اللي هو الدور الحاسم اللي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم. الدور الثالث المنتخبات اللي تأهل له 8 منتخبات اللي هي صاحبة المركز الأول وأربع منتخبات صاحبة المركز الثاني أفضل منتخبات في المركز الثاني. فرصة الأزرق كانت يعني مواتية خصوصا قبل مباراة استراليا الأخيرة هذه اللي خسر فيها إنه يكون من ضمن أفضل كان يعني موقفه جيد قبل مباراة استراليا موقفه جيد في الترتيب بين الـ5 منتخبات اللي هي تتأهل إلى الدور الثالث الحاسم. لكن بعد الخسارة هذا تراجع الآن موقف المنتخب يعني الرابع بين المنتخبات أصحاب المركز الثاني. الأمر الآخر اللي هو ليس في صالح منتخب الكويت هو انسحاب كوريا الشمالية. انسحاب كوريا الشمالية من مجموعتها الثامنة اضطر أن الاتحاد الآسيوي أن يعامل المجموعات في مبدأ تكافؤ الفرص فيوحد على قولتهم المقامات. يعني صارت المجموعة 4 منتخبات بعد شطب نتائج كوريا الشمالية انسحبت وانشطبت. فتحسب المجموعات على 4 وليس 5 فرق. فلذلك راح يشطب المنتخب صاحب المركز الأخير. الآن واضح أن الصورة في قطر تصدرت مجموعتها فلذلك في نظام التصفيات اللي أعلنوه أن في حال تصدر قطر مجموعتها راح يدخل معنا صاحب أفضل مركز ثاني الخامس ضمن أفضل مركز ثاني. مهمة الوصول للدور القادم صعبة لكنها مو مستحيلة ورسالتنا للاعبين المنتخب شدوا الحيل يا شباب والجماهير كلها معاكم. إذا مشاهد الكرام طبعا المباراة المتبقية أصحاب المركز الثاني لبنان تركمستان كوريا الجنوبية هي مجموعة أوزبكستان اليمن السعودية اليمن هو الأخير الإمارات إندونيسيا فيتنام إندونيسيا الأخير إيران كمبوديا العراق كمبوديا الأخير عمان أفغانستان بنغلاديش الأخير الصين المالديف سوريا الأردن الكويت استراليا طاجكستان ومينمار. بالنسبة لترتيب منتخبات المركز الثاني دكتور طارق في التصفيات بعد حذف طبعا نتائج منتخبات المركز الثاني الأخير حتى الآن آلية ترتيب المنتخبات كأفضل مركز ثاني أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة فارق الأهداف في مباريات المجموعة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة اللعب النظيف والمتضمن أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها باعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة في القرعة. هو انسحاب كوريا الشمالية لخبط الحسبة كلها يعني هذا الجدول أمامكم طبعا آخر ليش انسحبوا ما أدري يعني عندهم قرارات شوية مختلفة. يعني تشوف الحين الترتيب بالنسبة للـ5 منتخبات عندك ترى نفس اللي عندك طارق لبنان وأوزباكستان الإمارات وإيران وعمان والصين والأردن وتركمانستان. بس لغاية الآن المجموعات ما انتهت يعني في فرق لعبت 4 مباريات الصين نعم. الصين والأردن 4 مباريات وأيضا لبنان 4 مباريات ما زالت عندهم يعني حاجزهم يوصل مثلا لبنان حاجز يوصل 16 نقطة الأردن مع بعد عنده مبارتين حاجز يوصل 13 نقطة فلغاية الآن ما زالت الأمور صعبة صراحة تعتمد على نتائج الغير. احنا نبحث الان عن المركز الثاني طبعا لا احنا في السابق كانت
كان يعني كانت الأمور متاحة في ملعبنا. نعم. يعني كانت نتيجة إيجابية مع المنتخب الأسترالي، كانت الأمور جيدة بالنسبة للمنتخب الكويت. لكن الآن ننتظر نتائج الفرق الأخرى، وإن فزنا على الأردن ننتظر أيضا نتائج الفرق الأخرى. أيضا في حالة فوزنا على الأردن ننتظر نتائج. طبعا طبعا طبعا. يقول لك أول سول عليك والباقي على الله. يعني سول عليك والباقي على الله. أكيد إن شاء الله الباقي كله على الله، على الله دائما. بس هم الأهداف مهمة جدا. إيه؟ الأهداف يعني حتى أنت يعني إذا جاتك فرص لا تضيع، سجل. إذا كان محالفك يمكن يكون الفريق الأردني وموفق تيك فرص سجل، يعني 1-0 2-3 ممكن يصير لصالحك الأهداف. تحتاج أهداف أهداف، يجب أنك تسجل. إيه؟ يعني لا تضيع الفرص إذا جاتك، كون بتركيزك جدا، ممكن تعادل بعد، لكن إذا جاتك فرص سجلها كثير ما تقدر سجل. أنا باعتقادي يعني ممكن تنفعنا مع من تعادل في مع الفرق اللي بالمجموعات في المركز الثاني. بس محمد احنا طفنا الفرق اللي ممكن تسجل عليها وايد. ادري بس ايه ما تدري يعني ساعات تيك فرص تسجلها مع يعني امام المرمى تضيعها حطها. لا ترتبك، تيك فرص سهله ساعات اللاعبين يضيعونها وانت تستغرب شلون يضيع هذا اللاعب تفوز بواحد يديك 5 فرص. سجل الخمس فرص لا تضيع عليك. لذلك يجب ان يكون لما نقول التركيز للاعبين الذهني نظيف وقوي حق هذه الامور، حق ما تخطئ وحق السجل وحق حتى الباص. يعني احنا مع مثلا مع الاردن لا تخطون بباصاتكم لان هاي راح ترجع عليك هجمه مرتده، حاول توصل الكره صح. هذه لما نقول مباريات مهمه اخوي طارق، مباريات لها جودتها ولها اهميتها. ها حياك الله ابو فيصل. على فيصل حلوه هذه. فيصل ابو فيصل على المشي على السلامه. وفيصل على المشي يطوف اربعه على المشي. ما سويت شيء انت محمد على المشي. خلص فيصل والحمد لله على السلامه. اي والله يعني احنا ان شاء الله نتفائل خير، نتفائل. يعني احنا يعني فعلا يمكن المنتخب الاسترالي عارفينه من كم نقول سنه سنتين، لكن بهالمباراه مو عارفينه. احنا تفاجئنا في ادائه وفي اداء فريقنا، لكن على الاقل المنتخب الاردني نعرفه ونقدر نجاري. ولا في شغله انك يا لاعب تهابه. يعني رحمه الله عليه ابو خالد عبد المخلي ذكر الربع يقول شو يقول لنا قبل المباراه؟ بكم رجال، رجال بالملعب. كلمه رجال يعني قوي شديد، ما تخاف تواجه، مو رجال تشتغل. لا، هذه مباراه تتحمل امور كثيره، تتحمل بلد انت قاعد تنطرك، عرفت، جمهور ينطرك، التقدم الى مراكز، الى انجازات. هذه كلمه الرجال. اليوم ان شاء الله ربعنا من اليوم وهم رجال، بس بالمباريات تحتاج انا باعتقادي اداره الى امور كثيره. اداره المنتخب ابو محمد، يعني هذه شهاده يعني لازم نقولها. انا عملت مع كابتن فيصل الدخيل، كان هو رئيس او رئيس الجهاز عندنا في نادي القادسية. احنا حققنا كاس الانديه الخليجيه الابطال. انا اقول فيصل حققها ب 50% من قيادته للنادي للفريق. كان يعاملنا، انا بالمعسكرات كل الامور كانت متاحه بالنسبه لنا قبل. لما يا فيصل منع عنا امور كثيره الارتباط في الاعلام، وهذا اللي كان ياثر على اللاعب. الحين الاعلام يعني مفتوح. وسيله ايجابيه وسلبيه. لكن بفواز منع كل شيء، خلانا تركيزه بالفندق. اي اتصال، اي مقابله، اي ارتباط دائما عن طريقه هذه الاداره وهذه القياده من خبره اللاعب. لذلك قياده المنتخب يجب ان يكون لها دور، ودورها ترى كبير في هذه المرحله. اعاده الثقه للاعبين، الروح المعنويه الموجوده، بث روح الايجابيه المحيطه في المنتخب. عندنا مباراه، هذه مباراه فيها بطوله. البطوله يجب ان تؤخذ بالثلاث نقاط بطريقه او باخرى. عندهم تفاهم مع المدرب بطريقه، عندهم كلام مع المدرب يجب ان يكون خلال الايام القليله هذه الموجوده. غير ذلك ما في طريقه اخرى. واعتقد القياده الموجوده او اداره المنتخب كلهم لاعبين بامكانهم ان عايشين الاجواء هذه، بامكانهم اخراج اللاعبين من هذه النقطه. لان الاحباط اللي حاش اللاعبين بعد نتيجه المباراه، ممكن تخسر وارد، وهذا استراليا بالاخير، لكن تخسر بهذه الطريقه وهذا الاداء وبالنتيجه بالثلاثه نوعا ما مؤلمه كانت اللاعبين، وهي خبره قد تكون سلبيه. لكن على الجهاز الفني والاداري في المرحله هذه دور كبير جدا. وانا استشهد كابتن فواز، كابتن فيصل، لاني فعلا انا عشت في هذه الحاله،
وخذينا البطولة، وكانت يعني فرق كبيرة كانت موجودة، كان الهلال السعودي معنا بكامل نجومه، استطعنا ان ناخذ البطولة. ابو سعود تفضل، في محمد تفضل، في الدكتور طارق ايضا الحديث عن اول شيء الفوز والخسارة وارد في اي رياضة. نعم الفوز والخسارة وارد في اي رياضة كانت، كرة قدم او غير كرة القدم. ما تفضل في ابو محمد كابتن سعد الحوضي، تسجيل الاهداف، انت سجلت هدف لازم تسجل هدف ثاني، انت ما تدري ايش اللي راح يحصل. اللي اقصده انا مثلا الجهاز الاداري هل هو واعي لهذا الامر؟ الجهاز الفني هل هو بما معناه غذوا اللاعبين، لاعبينا وابنائنا في هذه النقطه الاساسيه، ليس فقط والله احنا بنفوز فقط، تكلم عن هذا الجانب. وقد والله بو يعني ابو مشعل الحين لابد انه يكون يعني واعيين لها، يعني عقب الهزيمه يعني من يوم الخميس اللي فات. انزين عندك الان تقريبا 8 أيام على المباراه، يعني لازم اني احضر اللاعبين، لازم اطلعهم من الاجواء الخساره، لازم اني اتعامل وياهم معامله مختلفه كليا عن 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 ما كانت عليها بالسابق، وشلون اطلعهم من الضغوطات اللي موجوده، وشلون يعني الناس قاعد تتكلم، الكثير قاعد يتكلم يعني عن التليفون هذا والاماكن كل مكان قاعد يتكلمون، بالمجالس بالتلفزيونات يتكلمون عن خسارتنا وشلون تحملوا المدرب وحملوا اللاعبين فيها. الان عندنا فرصه واحده، احنا هو شيء طبيعي فرصه رده الفعل، الكل رده الفعل هذه كل فعل لها رده فعل. يعني انت اليوم يعني شلون انا المدرب الان لازم شلون العب، شلون احضر الفريق والطريقه اللي العب فيها امام فريق يعني خصم قوي، يعني خصم قوي يلعب بقوه بشراسه، وهو الان ما كان مثل السابق. اليوم تكلم عن 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 العشر نقاط عنده، يعني عشر نقاط عنده الاردن، سبع يعني عقب ما هذا سبع المفروض عشر نقاط، يعني المفروض مو سبع نقاط، فبالتالي سبع 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 نقاط سبع. اليوم لا انت وياه، لان انت ما لعبه مثلنا سبع راح يصير لعبتين، باقي له لعبتين باقي له. اليوم انت يعني انت شلون تلعب ويا الفريق الاردني؟ لازم اني اكسب الفريق، يعني احتاج اني افوز، ما احتاج التعادل، وما احتاج اني اكون يعني احرص اني اصير حذر فيها وايد المباراه، لازم اضحي فيها واكون انا المبادر فيها المباراه هذه، لازم افوز فيها، لازم افوز واحد واثنين وثلاثه، اذا حصل لي يعني اني اسجل بالبدايه لازم احاول اني اسجل الهدف الثاني، لازم هذه كلها ارقام مسجله لازم تكون ابو مشعل عندك انت وياك منتخبات، ما تدري شنو ظروفها، عندهم مباريات انت يعني هي تصعبت عليك، يعني المباراه تصعبت عليك يعني او التاهل بمعنى تصعب عليك، انت شلون تطلع منها الان؟ يعني احنا اليوم نتكلم عن لبنان، يعني ما شاء الله لبنان الحين عندها عشر نقاط، تتكلم عندها لعبة اربع مباريات، اوزبكستان خمس وعندها تسع، هذا انت اللي قاعد ومن معه بيلعب اوزبكستان يلعب مع السعوديه، فهذا بالتالي انا اعتقد انه يعني يمكن يوقف، لان السعوديه فريق مميز وقاعد يقدم مستوى، وشفنا حتى اداء المباراه السابقه، يعني انت الامارات نفس الشيء، الامارات قاعد الامارات قدم مباراتين من احسن ما يكون وقدر يفوز فيها، فبالتالي فيتنام عندهم ويا فيتنام لعبتهم وسهله، يعني يقدر يدش من ضمن الثواني. ايران اي متصدر، نعم اي ايران عنده مباراه ويا العراق اخر لعبه، وهذه بتصير يعني مباراه شرسه، يعني بتلعب ايران والعراق، هذه انت تراهن على منو؟ يعني عمان اليوم عمان قاعد يقدم مستوى، وخسر من قطر امس 1-0، ويعني وفي بعد يعني الحكم ما سد، يعني كان اقفل عن ضربه جزاء فيها. اليوم الصين، اليوم يعني الصين الاردن، يعني صراحه انت برا يعني التاسع صاير، يعني طالع التاسع، لازم اللاعبين يشوفون هالارقام هذه، انا مولى الفوز هذه، لازم يشوفون هاللاعبين ويعرفون الارقام، مو نقول والله نوخرهم الان، لا عندنا مباراه مصيريه نلعب امام الاردن، لازم يطلعون عليها اخواني اللاعبين، وهذه اذا فزت وخلي الظروف عاد بالمباريات اللي المنافسه غير عاد الصين، انت لابد انك تفوز بالمباراه ان شاء الله. انا اقول ماكو شيء مستحيل، صحيح ماكو شيء مستحيل، ممكن ما
ممكن تعدل لك منك فرق تعرقل تعادل تخسر وانت تفوز كان ما يدير اهداف تسجل يصير لك حظ. هو مثل ما تفضلت صحيح، لكن انا شلون اوصل ايضا هذه الامور الى اللاعب؟ شغل الجهاز الاداري. ها شغل الجهاز الاداري، شغل الجهاز الاداري شلون يعيش هؤلاء اللاعبين زين، ما هو المطلوب من هذه المباريات بغض النظر عن نتيجتك انت في نتائج اخرى، لكن اللي عليك انك انت شنو ما تقدر انت تسجل اذا الله سبحانه وتعالى وفق اللاعبين وقدر انهم يسيطروا على المباراه ويسجلوا اهداف امام فريق اقول فريق شرس. انا طبعا أقول اسمه فريق شرس يملك القوه والروح القتاليه والسرعه كل هذه الامور، يمكن احنا ما نملك، يمكن ربما نملك مهارات وانت اعلم مني بذلك ابو محمد. شوف احنا مرينا في هذه في كاس اسيا، خليني اقول لك تجربه من تجاربنا، احنا غلبنا من كوريا 3-0 كنا سيئين، بس هل تركنا الاتحاد؟ لا بالعكس، انا اعتقد هناك كانت عندنا اجتماعات مكثفه مع رئيس الاتحاد الشهيد فهد الاحمد وكان دائما بينسينا اللي صار، وفعلا قدرنا نتجاوزها، تجاوزناها وفزنا ولعبنا مع ايران وتجاوزنا ايران وفزنا، ان شاء الله تجاوزونا. بس مثل ما قالوا الاخوان يجب ان يكون هناك الجهاز الاداري هو اللي يتعامل مع هذه الظروف، خلي الجهاز الفني تركه لامور الفنيه، الجهاز الاداري شلون يتعامل اللاعبين ينتشلهم من الاهم الحين فيه يصحيهم يقول لهم انتم لاعبين عندكم القدره، هذه نتيجه مباراه ومو نهايه الكره، تتحمل واخطاء صارت ما عليه، قدامك الطريق طويل واللي بيفوز فريق واحد، تقدر انت تتعامل مع اللاعبين بمثل هذه الامور وتنتشل من هذا وتجيب اللاعب اسد حق المباراه الثانيه، يدخل اسد ما يخاف من اللي قدامه. هذه انا باعتقادي هي الادوار الحين على الاتحاد الكويتي وعلى الاجهزه اللي موجوده الاداريه عند الاتحاد، انك انت تنتشل لاعبينك. اعتقد في لاعبين خبره ذيلا قادرين كذلك ان يتعاملون مع اخوانهم في الملعب ويقعدون وياهم ويشدون من ازرهم، لان مو نهايه قدامك طريق طويل، اجتاز هالمباراه هذه وراح تنجح وممكن انك تحقق امور كثيره. هذه الادوار الحين نتمنى تكون موجوده عند الاجهزه الاداريه، وانا اثق في فهد عوض كلاعب عنده القدره انه يتعامل مع هذه الظروف كاداري للفريق، وبنفس الوقت في لاعبين يعني في الاتحاد عليهم ان يعرفون شلون يتعاملون مع اللاعبين. فهد لاعب سابق محمد، فهد لاعب سابق وقت انتش فهد عوض الفريق. نعم. فهد عوض لاعب سابق ومر بالامور، مر بتجارب كثيره. نعم. مر بخبرات كثيره صحيح. ايضا شهاب ابراهيم شاب ويا ايضا مساعد، فما اعتقد ان هذا الشيء صعب على على وهو صار له فتره مع اللاعبين اخوي طارق وقريب منهم طبعا نفسياتهم طبعا واغلبهم لعب معاهم يعني. لما نقول خساره مباراه ان شاء الله تكون هي فال خير للفريق ان 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 في البدايه هذه ويطلعون منها، وهذا ما نتمناه طبعا ان هذه تكون هي الخساره الاولى والاخيره في هذه المجموعه لما يلعبون بعدين بالتصفيات الاخرى ان شاء الله. فيصل متفائل او متشائم في هذه المباراه؟ متفائل ان شاء الله. متفائل ان شاء الله ان شاء الله بنفوز ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، بس بغير الطريقه اكيد، بغير ما قال نزل ناس ثانيين شيء بغير ترى الفريق الأردن مو سهل فيصل، لعبت سبق ولا لعبت؟ قول ان شاء الله انت بس. فيصل دخيل خليك بسؤال في الفرديه مع سعد الحوطي، كلماتكم انتم مهمه ترى، انتم من خلال تجربتكم كلكم انت فتحي محمد دكتور طارق عزيز محمد، اي كلمه قاعد تقولونها ترى كل قاعد يسمعها ويشاهدها سواء جمهور اللاعبين، يمكن الان ما اعتقد المفروض هم نايمين، المفروض كذي نايمين، لكن الجهاز الفني والجهاز الاداري قاعد يسمعون من خلال تجاربكم الاوليه. نعم تفضل سعد، تفضل محمد، تفضل كلكم، لكن تبقى ايضا يعني ما راح مهمه، ما راح اغير مثل ما قاعد اقول لك، احنا متمنين كل التوفيق والنجاح، تشرفنا ان لبسنا في هذا الفنيل الزرقاء والان هم يلبسونه، فالثق احنا داعمين في كل الحالات، ولما ننتقد او نختلف في وجهات النظر ترى هي عمليه للافضل وليس لشخوص. الحين احنا عندنا هذه المباراه باقي عليها 3 ايام، والفريق اللي امامك فريق هم طموحه نفس طموحك
ونفس مثل ما تفضلوا. كل ما هنالك ادعو من الله التوفيق لهذا الفريق انك انت تفوز باي طريقه من الطرق اللي انت تفوز، لكن بالطريقه الشرعيه يعني في اثناء المباراه في نفس الطريقه انك انت تكون مركز مثل ما تفضل كابتن سعد ثار، العزيز ثار، جاسم ثار، أنا دائما التركيز. وانا نفس اللي بقوله هم قالوا. فهذه المباراه يصير بعد المرات اللاعب تركيزه الذهني اكثر من اي مباراه، تمام؟ وفي نفس الوقت يعني الانطباع اللي كان عند المنتخب في مباراتنا مع استراليا، انا اعتقد بوجهه نظري من كثر ما كانوا يتكلمون احنا مباراتنا المهمه مع الاردن مع الاردن مع الاردن، حط باعتقاده هي هذيك المباراه المهمه. وانا اعتقد هذه فيها جزئيه من الجهاز الاداري، يعني نسينا مباراه المفروض انا اعتقد الجهاز الاداري في هذه النقطه ما لم يوفق. المفروض يخلي مباراه الاردن ما يتكلم عنها كثر ما يتكلم انه انا بالتنظيم وانا هني مع مباراه مع استراليا. فدائما عطوا انطباع اللاعبين ان مباراه الاردن هي المصيريه لي، وهذه بوجهة نظري أنا أعتقد الإدارة الجهاز الإداري لم يوفق فيها أو الإعلام لم يوفق فيها. المفروض إذا كان فعلاً أنت المفروض ما عندنا المعلومة، أنت المفروض إذا كان فعلاً يعني لا 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 الكل كان يتكلم، الكل كان يتكلم بوسائل الإعلام والإعلام كلنا الكل تكلم فيها أبو مشعل، هذا كلنا تكلم فيها، تمام؟ أنا هني في هذه البطولات الجهاز الإعلامي يعمل تحت الجهاز الإداري، يصير منسق معه، وهذه يعني راح تيهم مع الخبرة أني أنا أركز على المباراة مع أستراليا. بعد المرات الشحن الإعلامي في بعض المرات يعطيك اللاعب توجهه إلى هذه المباراة مع أستراليا. أنا أعتقد لو هم وجهين وناسين هذيك المباراة في هذه النقطة أفضل، قد أكون مخطئ قد أكون صائب في هذه النقطة، بس هذه وجهة نظري. أركز على مباراتي مع استراليا، خسرت مع استراليا اقول التعويض لازم يكون في مباراه الاردن، هني اغير. بس انت معطيني التصور اني انا مالت استراليا تحصيل حاصل واروح حق الاردن، فهذه يعني اعتقد لم يوفق فيها المنتخب الاردني. اذا كنا قاعد نتكلم الان عن المنتخب الكويتي وشلون اللي ممكن نفوز يتمتع فيه المنتخب الاردني، الاردن المنتخب الاردني ايش قاعد يفكر فيه ايضا بالنسبه لنا؟ مثل ما انت تفكر هو قاعد يفكر. طيب فكر شلون يفوز، نتكلم عن هذا الجانب بالنسبه للمنتخب. اي طبعا طبعًا هو دارس لاعبينك عدل، هو فرصته انه يتاهل، انه هو بس ما يفكر انه يفوز عليك. هو هو ما يفكر يفوز عليك، لا لازم يفوز، هو ما يشب من هالمباراه لا لازم يفوز. فاهم والله انا اقول لك، انا قاعد اقول لك ان شاء الله ما يفوز. قاعد اقول لك بس هو ما يفكر انه يفوز. زين عندما يفكر يسكر عليك يطلعك بالتعادل عنده مباراة مع استراليا، عنده مباراة ثانية مع استراليا. استراليا انا قاعد انا لا انا قصدي هو اللي حصل له بيفوز بيفوز طبعا. انا اقول لك في أسوأ الاحتمالات لما تكون المباراة ند في نفس الوقت يطلع تعادل، يطلع تعادل ما يخليك تفوز، ما يخليك تفوز. وغزة فوز بلان اي تعادل، يعني هو عنده بلان 1 بلان 2 نقطة. اذا ما قدر عليك ونشافك انت مسكر وانت العنيف انك انت جايه، تمام؟ مباراتنا احنا مع سوريا مره احنا اللي المفروض نتاهل 90 دقيقه مسكرهم، فهني ممكن هو يسكر لما يطوفك انت، يحط احتمالات مع مباراه مع استراليا عده احتمالات، واستراليا يمكن ما تهم المباراه. بس تتكلم الحين ما يخالف، هذه تنحط يا مسعود. انا القصد بالكلام، انا كلامك صح، وانا اقول لك تنحط بعين الاعتبار هذه النقطه. انا عارف هو الحين وين واصل، السابع. ايه هو وين السابع من الثواني يعني، ها ايه بعيد يعني. ايه انت هو لازم يفوز عشان يروح يتخطى، لان عنده مباراتين. وليش ما انا العب افوز عليك ولا العب ويا استراليا؟ انت 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 جاي افوز عليك ولا ابو استراليا؟ ادري انت جاي بكل قوه، يمكن لانه هو انت جاي بكل ما يخالف، انت جاي بكل قوه ما قادر يجاريك، سكر عليك المنطقه هذا ياخذ تعادل. اوكي اسمع، سكر أوكي. عليك بالنسبه لاحسن النتيجه له ولا يخسر طلعك من البطوله. هو زين انت طلعت من البطوله ما كسبت،
ان شاء الله احنا نكسب. قاعد اقول لك بس هو لك. هذا هاي الطريقه عنده مع استراليا يلعب مع استراليا هم يلعب مع استراليا على التعادل. انا ادري بس لازم يفوز. انا قاعد اقول لك ابو هني حسبه انت تحكي عن ان في امامه ست منتخبات يعني هم يبون الاربعه عشان يتاهلون. الخمسه عفوا الحين مع قطر يعني قطر صار الاول الحين صار خمس منتخبات تاهلون. فبالتالي انا اعتقد اليوم تكلم عن يعني امامه ست. متفق وياك هو إيه؟ هو بيك حق هو لازم يعني هو بيك حق الفوز بسعود هو بيك حق الفوز هو بيك حق الفوز لكن بعد المرات هو مو مستعجل على الفوز في بدايه المباراه. هذا هو السؤال. هذا انا ايش قاعد اقول مندفع على المباراه. انا قاعد اقول لك هو ما راح هو اللي ما راح يكون مندفع انت اللي راح تكون. وهذا اللي قاعد اقول لك لا يعني حق منتخبنا انك انت تلعب بارضك لك الحق انك انت تسجل باول وقت. يجب ان تستعمل المباراه بهدوء بذكاء لان المباراه 90 دقيقه بهدوء في نفس الوقت. والأرض ليس دائما لصالح. هو في التأخير تعادل منتخب الكويت أو منتخب مع منتخب الأردن وتأهل أستراليا خلاص انتهى الموضوع تفارق النقاط فيروح مباراة أستراليا خلاص. ممكن أستراليا يشارك لاعبين لعب لاعبين الصف الثاني. فمن يبي المباراة يوم الجمعة؟ من يبي المباراة؟ منتخب الكويت. نعم. فهو المتصور انت اللي بتيله بقوه هو اللي بيك بقوه. بالضبط. هو بيلعب على رد الفعل ما راح يلعب بالفعل. هو منتخب الكويت هو اللي راح يهاجم راح يحاول انه يسجل راح يحاول انه يبحث عن الفوز لكن هو يلعب على رد الفعل. انا العب على رد الفعل كره ثابته كره مرتده كره خطا من مدافع خطا من كذا ممكن اسجل هدف واخطف الثلاث نقاط واروح مباراه استراليا انتهى الموضوع بالنسبه لي. ايش كثر يصير الحاجز اللي وصله؟ اي انا الحين لان اذا تبي حسبه الحين الطرغي زين انت تتكلم الحين حتى الامارات شو انا خلي الحين اوزبكستان يعني اوزبكستان عنده راح يلعب ويا اليمن وراح يلعب ويا السعوديه زين يعني هني بنرد على الامارات شوف الحين هذا الثالث الثوالث عنده مباراه مع اندونيسيا وفيتنام وهو متصدر صحيح. ايش كثر راح يصير؟ راح يصير 12 زين حتى لو يعني يمكن اذا فاز يمكن الامارات الامارات عنده مباراه واحده بس مع فيتنام لان اندونيسيا الاخير شيلها الاخير اوكي كم يوصل عنده 12 خلاص 12 شنو اي طاف دش اي ها إيه. انت هذا الحسبه الحين ايران عنده مباراه صعبه ويا العراق عنده ايران عنده كمبوديا مع العراق كمبوديا اوت بالعراق وكم نقطه عنده كم نقطه ايران هو كم عنده إيران الثالثة عنده 12 نقطة 12 نقطة يتعادل يدش الثاني يعني حسبة عندك خمس منتخبات يعني أنت إذا لازم الأردن إذا ما فاز إذا تعادل ويا هذا أوت من هو؟ الأردن إذا تعادل من الكويت مع الكويت احنا قاعد حسبة. احنا قاعد نحسب نحط الاحتمالات أنا أقول لك الحسبة الحين هم ما يفكرون كذي فيصل من هم؟ الأردن ما يفكر مع منتخب الكويت لازم يفوز اي عشان يروح يصير عشر. ايش قلت لك انا؟ قلت لك هو يعرف انك انت اللي بتيله بالقوه فهو بيسكر منطقته تماما يلعب على الهجمات المرتده. ترى ورانا عشر تفضل زين حلو يا الكاري ترى انا بالعافيه بالعافيه مش بالعافيه ما عليكم شوف ربيعي ترى عقب شو اسمه بياكلون بالعافيه. عموما مشاهدي الكرام الشكر لكل مشاهدي الكرام من تابعوا هذا البرنامج برنامج الديوان وشكر ايضا لكل اخواني الحضور كابتننا الكبير فتحي كمير شكرا فيصل كابتن فيصل الدخيل كابتن سعد الحوطي كابتن جاسم يعقوب مسعود عبد العزيز العنبري الدكتور شكرا جلهم شكرا لحضورك اتمنى دائما لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا مشاهدي الكرام والدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يوفق منتخبنا باذن الله ان شاء الله امام منتخب الاردن الشقيق. مع السلامه.